اوكي. الايتمز اللي هنعمل عليها كومنت في الليكشر دي ان شاء الله، الانديكيشنز، الراديوجرافيك فيوز، الستاندرد بتاعنا بالنسبه للابدومين هيبقى الابدومين سوباين. اتفضل. لسه بسألك. تمام. وفي شويه اذرز. تمام. بعد كده هنتكلم على الاناتومي وانتربريتيشن ابروتش عشان نقرا بيه الفيلم، هنسميه اي بي سي ابروتش ده للتسهيل. وفي الاخر خالص الباثولوجي، ودي حاجه ان شاء الله نحاول نثبتها على مدى المنهج يعني. تمام. طيب الانديكيشنز، الكلينيشن بيطلب ابدومينال اكس راي ليه؟ اشهر حاجه هتجي لنا اللي هي اوبستراكشن. تمام كده. انا عايز استبعد او اكد، بقول اوبستراكشن. تمام. ايه تاني؟ هو مكتوبين اهو برضو. ايه برضو؟ باول بيرفوريشن. تمام. يعني بدور على هواء، يا اما الهواء ده نتيجه اوبستراكشن يبقى هلاقيه زايد خالص، يا اما الهواء ده نتيجه بيرفوريشن هلاقيه اكسترا ليومينال، بره اليومين بتاع البول. بس في الحاله دي لو انا بدور على بيرفوريشن او اوبستراكشن، بحب ايه؟ العيان يكون واقف. يبقى صوره سوباين بس ولا واقف بس؟ سوباين از ستاندرد. سوباين از ستاندرد. تمام. يعني هو في الاساس سوباين زائد نعمل معاه تاني اريكت. بس الاريكت بقى ابدومين ولا شيست؟ لو انا شاكك في اوبستراكشن، تمام، الابدومين از انف، الهواء هيبقى في معظمه في الابدومين. لكن لو انا شاكك في بيرفوريشن، الهواء هيطلع لفوق، فاعمل ايه؟ شيست اكس راي. تمام. فاكوردنج برضو للانديكيشن. تمام. او لو واحد عنده بين انديفرنشيت، انا مش عارف بين جامد ومش عارف مصدره، او طبعا زي ما الدكتور قالت ريدي اوبيك فورين بودي، او في الاخر خالص الرينال الكالكولاي بقى بمختلف انواعها. الفيوز اللي عندنا الستاندرد بتاعنا هو سوباين. سوباين. تمام. ينام البيشنت عادي خالص. تمام. ونصوره. علشان اقول الفيلم ده جود فيلم لازم يكون له ستاندرايزيشن من فوق ومن تحت وعلى اليمين وعلى الشمال. على اليمين وعلى الشمال لازم اشوف الفلانك. تمام. بالذات الحته بتاعت الفات اللي هي تحت المسل لير. تمام. نفس الكلام الناحيه الثانيه. من تحت لازم يظهر معايا سيمفيس بيوبس، لحسن يكون عنده مثلا ايه كالكولاي في الحته دي ولا حاجه. من فوق لازم يظهر معايا الديافراجماتيك كوبيلا. تمام. الديافراجماتيك كوبيلا. طيب واحد زي ده، الراجل ده طويل، هنعمل ايه فيه؟ نصوره على فيلمين، مفيش اي مشكله. خصوصا لو انا شاكك مثلا في حاجه، في لو مثلا اكيوت ابدومين والبين عنده ايبيجاستريك، مش شرط يكون سبب البين في الابدومين، ممكن تكون نيمونيا بيزل نيمونيا وعامله لي هي الايه الاكيوت ابدومين. تمام يا جماعه. فلازم ناخد معانا البيزل لانج تبقى انكلودد في الفيلم. طيب الفيوز اللي بعد كده يبقى الستاندرد هيبقى السوباين. اذر فيوز، شاكين في اوبستراكشن. طالما شاكين في اوبستراكشن لازم نعمل حاجه اسمها ترانزفيرس بيم. بدل ما اصور العيان من فوق لتحت كده، لا اصوره بالعرض عشان يظهر معايا الايه الفلويد ليفل او الاير اندر دايفرام. فالايركت هيظهر لنا الفلويد ليفل او الاير اندر ذا فريم. خلينا الاول في الابدومين ايركت، نوقف العيان عادي خالص. تمام. ده هيبين لنا حلو قوي الاوبستراكشن. لو لقينا مالتيبل اير فلويد ليفلز، يعني منظر زي ده نورمال ولا ابنورمال؟ احنا لسه ما نعرفش طبعا. تمام. لو لقينا 2 3 في النص، النص دي يعني سمول باول. تمام. واحفظوها كده، سمول يبقى سنترال، 2 3 مفيش مشكله. الحته دي هيبقى بعد، احنا هناخد الاناتومي. تمام. الحته دي ستومك شفت فيها مفيش مشكله، لكن غالبا اللارج ما فيهاش، الريكتم ما فيهوش. تمام. فخلاص فيو زي ده يعدي عادي. طيب العيان مش قادر يقف، تعبان قوي، وانا برضه انا عايز استبعد الاوبستراكشن او الفري اير، ممكن نصوره وهو ايه وهو قاعد مفيش مشكله. هتلاقي حتى يعني في وسط الفيلم هتلاقي ايه رجليه قريبه من بعضيها، بس رجليه لو ابدكتت بالشكل ده خلاص البلبس انا مش هقدر اعمل عليه كومنت. هتقول مش مشكلة، أنا بحاول أدور على إيه؟ على حاجات تانية. العيان ده مثلا كان بوست أوبراتيف. تمام. ولقينا عندنا لونج مالتيبل إير فلويد ليفلز. التشخيص. نعم. إيلياس. برافو عليك. مع إنها هنا دايليتد سمول باول. إمتى أقول بقى أوبستراكشن وإمتى أقول إيلياس؟ تمام. دي كده ميكانيكال ودي فانكشنال. خد الهيستوري. بوست أوبراتيف فيري كومن إن يبقى جنرالايزد إيلياس. تمام. اوكي. طيب العيان لا قادر يقف ولا قادر يقعد، نايم على السرير، نعمل ايه علشان اشوف الاير فلويد ليفل؟ نيمه على جنبه الشمال، اسمها الليفت لاترال ديكيوبيتس. لو نام على جنبه الشمال ايه اللي هيحصل في الهواء؟
هيطلع. لو عندنا مالتيبل اير فلويد ليفلز هتظهر. طب لو عندنا فري اير هياخد شويه وقت عقبال ما يطلع فوق. فلازم نقعد العيان 10 الى 20 مينتس في البوزيشن ده عشان نسمح انف تايم ان الايه الاير يصعد حوالين الليفر. طيب ما ينفعش نعمل مثلا رايت لاترال، يعني اخلي الناحيه الشمال هي اللي فوق؟ ممكن اتلخبط مع الهواء بتاع الاستومك او الهواء بتاع السبلينك فليكشر، لكن ناحيه اليمين مفيش هواء تحت الديافراج، تمام؟ ليفر بس. فانا لو لقيت هواء في الحته دي خلاص ده دفني، لكن لو نيمته على الناحيه الثانيه ممكن يطلع الاستومك، ممكن يطلع السبلينك فليكشر، تمام؟ طيب العيان ده كان ليفت لاترال ديكيوبيتس، ايه اللي عنده؟ مالتيبل اير فلويد ليفت اوبستراكشن. اما العيان ده ها حد شايف؟ اه ايه ده يا جماعه؟ ده السوفت تيشو بتاع الليفر. تعال الاول نجيبها على الايركت، تمام؟ الايركت ده اليمين وده الشمال. اليمين هنا ده الليفر سوفت تيشو، مفيش هواء تحت الرايت هيمي دايفرام، تحت الرايت دايفراجماتيك كوبيلا، لكن الليفت غالبا هتلاقي فيها الاستومك والسبلينك فليكشر، تمام؟ نيمت العيان هتلاقي برضو فيه شويه هواء ناحيه الليفت، لكن الرايت ما فيهوش النورمال، تمام؟ ده ليفر وبس. العيان ده برضو ايه؟ ما فيهوش فري اير، هو فيه اوبستراكشن لكن ما فيهوش فري اير، لكن العيان ده ايه اللي حصل؟ في هنا ايه؟ فري اير اتجمع تحت الايه؟ الرايت دايفراجماتيك كوبيلا اللي قعدته 10 الى 20 دقيقه وحوط لي الليفر، تمام؟ اوكي. العيان ما بيعرفش يتقلب، كان نوت بيرولد اوت. هنعمل ايه؟ خلاص صوره هو سوباين عادي، تمام؟ بس نعمل حاجه اسمها دورزال ديكيوبيتس، اصوره برده ترانزفيرس من على الجنب، هيبان كده عادي خالص. لو في اوبستراكشن برده هيبان، ولو في فري اير برده اديله 10 20 دقيقه 15 دقيقه مثلا ولا حاجه عشان يجمع. ايه اللي حصل للعيان ده؟ ديستنشن، لكن في الاخر مكان الليفر مفيش هواء فوقيه، لكن العيان ده اه في اير اهو، تمام؟ فري اير. انت لو خدت بالكوا ده كبير في السن ولا صغير؟ معظم الحاجات دي هتبقى مثلا في الانفنس الصغيرين، هو اللي هيقدر، لا هنعرف نوقفه ولا هنعرف مثلا ننيمه على جنب ولا كلام من ده. فنصوره ايه؟ دورزال ديكيوبيتس. في حاله معينه ودي هنقعد نكررها على مدى اليوم، هي اللي ممكن تعمل ديستنشن وممكن تعمل بيرفوريشن، بتيجي للبريماتيور نيونيتس اسمها نيكروتايزنج انتيروكولايتس. بيحصل نيكروزس للوول بتاع الجت، وممكن كمان يحصل بيرفوريشن. فانا يهمني اشخص ايه؟ انا يهمني طبعا اشخص ما قبل البيرفوريشن. طيب اخر فيو عندنا، هو المفروض في فيو تاني كمان برضو بنحتاج له في الاوبستراكشن اسمه برون، يعني نايم العين على بطنه. اشمعنى الهواء؟ انا يهمني اعرف في هواء في الريكتم ولا مفيش. لو العين نام برون الريكتم بقى هو اللي فوق، هيظهر فيه الهواء. اشمعنى؟ لو لقيت هواء في الريكتم انا غالبا غالبا مستبعد انها تكون لارج باول اوبستراكشن، يبقى لو لقيت ديستندد لوبس غالبا دي سمول باول، تمام؟ ده اسمه برون. ايريك تشيست اكس راي قلنا بنعمله علشان ايه؟ انا عايز بقى اشوف الديافراجماتيك كوبيلا، اير اندر ديافرام، فري اير اندر ديافرام، تمام؟ طيب لو انا عايز فيلم واحد حتى اعمله مع السوباين يبقى مين؟ الايريك تشيست اكس راي، تمام؟ ده هتلاقيه الاشهر يعني بالذات في حالات البرفوريشن. ها ايه الاخبار في الراجل ده؟ اير اندر ديافرام، تمام. هل دي بيرفوريشن؟ هو الاول ده اير اندر ديافرام صح كده؟ انا موافق. سايتس انفيرسس؟ لا لا مش سايتس انفيرسس. طيب هنقولها كمان شويه، تمام؟ هنقولها كمان شويه. يبقى لو لقيت هواء تحت الرايت هيمي ديافرام، تمام، له اساس اللي هو الفري اير، تمام، وله شويه بيت فولس. لو المفروض الهواء اللي تحت الديافرام الليفر بيقوم عامل له ايه؟ ضغطه ما بينه وبين الديافرام، هتلاقي شكله كريسنت، شكله هلال. لكن لو لقيت اير فلويد ليفل يبقى ده هواء على ميه، يبقى ده هواء كونتينت، يبقى ده ابسس، تمام كده. يبقى ده غالبا سبفرينيك ابسس او ممكن يكون ليفر ابسس. طب لو لقيت شكله كده ايه؟ واخد لوبس بتاع انتستين، هاوسترا بتاع كولون، يبقى ده حاجه اسمها كولونيك انتربوزيشن، حاجه اسمها تشيلاديتي سيندروم، وهكذا. احنا هنقولهم دلوقتي. نجيبهم تاني كده في السريع، تمام. عندنا السوباين. السوباين انا ليه بسميه اي بي؟ اي بي ده اللي هو الدايركشن بتاع الاكس راي، بيبقى فيرتيكال انترو بوستيرور، تمام، والعيان سوباين، تمام. الايركت برضو انترو بوستيرور، تمام، لكن البيم دلوقتي بدل ما هو فيرتيكال هوريزونتال، تمام. هنا برضو انترو بوستيرور ايركت سيتنج،
البيم برضو ايه هوريزونتال، كل ده عشان يبين لنا هو الفلويد ليفل والاير اندر ديفرام. تمام، هنا برضو البيم ايه هوريزونتال، اسمه ليفت لاترال ديكيوبيتس، لكن البيم جاي ايه انتروبوستيريور هوريزونتال بالعرض. تمام، ده اسمه دورزال ديكيوبيتس، هو نايم على ظهره. تمام، بس البيم جاي له بالايه بالعرض، بس جاي له من ايه لاترال، مش جاي له ايه مش جاي له انتروبوستير زي كل مره، ده جاي له لاترال. البيم جاي لاترال والعين نايم ايه دورزال ديكيوبيتس. تمام، اوكي. اخر حاجه اريكت تشيست اكس راي، دي بوستر انتيريور. تمام، اوكي. في بعض الفيوز بقى، بس دي مش ستاندرد عشان الابدومين، انا حتى مش هقول دي عشان الرينال. ممكن بقى نستخدم اللي هو الترو لاترال، ممكن نستخدم اي بي على البلبس ومعانا كود الانجليشن عشان لو في مثلا ستون. الستون يورينال بلادر ممكن تستخبى ورا سيمفيس بيوبس، لو في اليوريثرا ممكن تستخبى ورا سيمفيس بيوبس، فانا اقوم جاي لها من فوق وعامل كود الانجليشن، فممكن اشوفها ايه لوحديها. وهكذا البلادر ستونز ممكن اعمل لها اوبليك فيوز، دي مخصوص للرينال. تمام، طيب كتكنيك انا قلت عشان اقول الفيلم ده اوبتيمم لازم يكون سيمفيس بيوبس باين من تحت، الدايفراجماتيك كوبيلا. تمام، والفلانك في حته فات كده ما بين المسلز وبين الابدومينال الاول. تمام، اوكي. الفيلم ده عيبه ايه؟ طبعا سوفت. سوفت يعني ايه؟ كي في قليل خالص لدرجه انه ما عملش بينتريشن انف. تمام، الفيلم ده تحسين بايه؟ اتحرك. برافو عليك، هيزي. تمام، دي حاجه اسمها موفمنت انشاربنس، العيان اتحرك وهو بياخد التصوير. تمام، او هو بيتصور وبالتالي الصوره ايه طلعت هيزي. الصور دي او الافلام دي لازم تتعاد. تمام، بس اللي فات تمام ممكن اظبطهم من على الماشين، لكن المشكله في ايه بوزيشننج. تمام، الجزء اللي فوق طاير خالص. اوكي، نقول شويه اناتومي. احنا عندنا بنقسم الابدومين الى اربع مناطق. تمام، upper right upper quadrant، ده من حيث الكوادرنتس، وليفت upper quadrant ورايت لور وليفت لور، او بنقسمها لتسعة regions، يبقى quadrants وregions. طبعا النقطه الاولانيه ان انا عارف طبعا ان ده اليمين، ماشي، العين هو واقف قدامي، ده اليمين وده الشمال. هنقسمها عن طريق خطين، حاجه اسمها transpyloric plane وtranstubercular، معدي على الاليك كريست، الى الجزء اللي في النص اسمه epigastric umbilical و سوبرا بيوبيك. تمام، الجزء اللي على اليمين رايت اللي على اليمين والشمال رايت وليفت هيبقى هايبوكوندريال لامبر وايليك. اشمعنى؟ اكوردنج للسايد ده هيبقى فيه اورجانز معينه، ده كلينيكال حتى الوجع لو مثلا جاي له في الرايت ايليك فصه انا بشك فيه انتل بروف ذا اذروايز ابندسايتس، هعمل لها اكس راي؟ لا طبعا هعمل لها الترا ساوند، بس صدفه لو عملت لها اكس راي يا اما الاقي حته كالسيفيكيشن في الحته دي اللي هي ابندكولس، يا اما الاقي لوب دايليتد في الحته دي اللي هو اللوب الحارس سنتين اللوب. تمام، حته دايليتيشن كده من السمول باول نتيجه ان البرسيسيت فيها اقل. تمام، يبقى انا عندنا من حيث الكوادرنتس ابر رايت ابر ليفت ابر رايت لور ليفت لور، ومن حيث الريجنز عندنا ايه ابي جاستريك لامبر سوبرا بيوبيك هايبوكوندريال يمين وشمال لامبر يمين وشمال وايليك يمين وشمال. تمام، طيب من حيث بقى الاورجنز ناخدهم واحد واحد، مين الاورجان اللي هيبقى تحت الهيميدايفرام وانا شايف حتى الايدج بتاعته؟ تمام، الليفر. انا شايف هنا الايدج ليه؟ لان هنا فيه فات. تمام، بس فينتلي سين مين الاورجان اللي المفروض في الحته تحت الليفت هيميدايفرام وتحت 9 10 11 ريبس؟ السبلين. السبلين ما بيعديش الريب ل 12، لو لقيت السوفت تيشو شادو معديه يبقى انلارجد. تمام، في هنا سوفت تيشو تاني موجود في الميد لاين لكن ما بشوفوش لانه ريتروبروتينيال اللي هو الايه البنكرياس. تمام، طب ليه الليفر مرسومه الحته دي؟ لان ده اناتوميكالي اسمه فالسيفورم ليجامنت، ده بيقسمها الى تمام، كان زمان الليفت لوب لوحده لكن طبعا ايه لاترال سيجمنت وميديال سيجمنت، والمفروض بيعدي كده انترو انفيرو عشان يوصل ايه الانترو ابدومينال وول. اوكي، نشوف تاني الخط ده الباراسباينال لاين، ده عباره عن ايه؟ ماسل جنب الترانسفيرس بروسيسز، بتاخد الاوريجين بتاعهم الترانسفيرس اللي هي الايه سواس ماسل، يبقى مين اللي مريح عليها؟ هنا وهنا كدني يمين وكدني شمال، انا شايفها عشان البيري نفرك فات محوطها. تمام، هنا بيقول لك ان عندي 9 ريب المفروض ده مكان الايه الجول بلادر، فوق السوفت تيشو بتاع الكدني انا متوقع ان في مين
السوبرين اللي ما بتشافش. يبقى لو لقيت هنا مثلث كالسيفيكيشن تريانجولار كالسيفيكيشن يبقى ده غالبا ادرينال كالسيفيكيشن. تمام ماشي. مين الدايره اللي واخد الصوف تيشو ده؟ اليورينري بلادر. تمام يبقى مين ده؟ ده اسود، ده اسود. تمام يبقى ده كده ايه؟ ريكتام سوبر امبوست. طالما لقيت ده سوفت تيشو موجوده هنا اليورينري بلادر، ده اسود ريديولوسيد، يبقى ده الريكتام. الاثنين سوبر امبوست على بعضيهم. هنا بيقول لك ان ده الكورس بتاع اليوريتر. الكورس بتاع اليوريتر بيمشي على الترانزفيرس بروسيسز. تمام بعد كده هيمشي على الساكرو ايليك جوينت، بعد كده هيبقى قريب قوي من الحته دي اللي هي الاسكل سباين، ويخش ايه من البوستر لاترال كده اليورينري بلادر. طيب ده عيان عامل اي فيو، هنا رسمها لك يعني، ومع ذلك هنا كان السوفت تيشو برده حلو. تمام مبينها لك. هنا بيقول لك ادي الكورس بتاع اليوريتر ماشي مع على الترانسفيرس بروسيسز، بعد كده الساكرو ايليك جوينت، بعد كده داخل ايه اليورينري بلادر، وده برده الجهاز بتاع الريكتم. اوكي طيب تاني الخط ده بتاع الصوص، مهم ان انا اشوفه؟ اه مهم. طب لو واحد بيشتكي بمشكله مثلا رينا وما شفتش ده وشفت سوفت تيشو، ممكن تكون فيها مشكله كده في الريترو بريتونيوم. تمام هنقول الاسباب بعدين يعني. طيب من حيث العظم، العظمه دي طبعا اسمها ايه؟ النومينيت. تمام دي عباره عن ثلاثه بارس، البارت اللي فوق خالص ده اللي هي الإيلياك او الإيليام. تمام وليه بارتين، بارت قدام بيوبس وبارت بيوبس وبارت ورا اللي هو الجزء ده اسمه اسكيام، دي هنتكلم عليها طبعا في البلفس. ده عندنا هنا الفيمر. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس استاذ حاضر يا باشا. حتة العظم تقلويش منه، احنا في كذا محاضرة يعني السكريتال هنجيبه التفصيل. بس عامة باختصار خالص كده، دي كده ايه اللمبر فيرتبري. المفروض كل فيرتبرا تكون تقريبا الهايت بتاعها قد الهايت اللي قبليها واللي بعديها. لو لقينا واحدة فيهم الهايت بتاعها قليل فيها مشكلة كومبريشن فراكشر ايا كان بقى سببه. تمام هنا هتلاقي دي الترانسفيرس بروسيسز بتاعتها. تمام اللي ماشي مع الاسود، الحاجه اللي في النص دي اللي هي السباينس بروسيسز، في دايره على الجنبين شايفينها، الدايره دي الدايره دي الدايره دي ليه الحته دي، الحته دي اسمها بيديكل، ده مكان مشهور للميتاستاسيس لما بتحب تيجي بتضربه. اعمل ايه وانا ببص على الفيلم ده؟ يمين وشمال يمين وشمال يمين الاثنين موجودين خلاص ببقى مطمن. تمام الساكرو ايليك جوينت على الناحيتين لازم اشوفها كويس، لان سمتايمز ممكن ما اشوفهاش، يبقى في فيوجن ما بين ده وده اشخص ان فيه ساكرو اليايتس. الساكرو اليايتس على الناحيتين ممكن تبقى حاجه اسمها انكلوزنج مش عارف ايه وهكذا. تمام فالعظم على وبرده الريبس، العظم معانا في الابدومينال فيلم من الاوتيمز اللي انا بعلق عليه. تمام
حته البلفس، نزلنا لغايه البلفس، قلنا العظمه دي اللي هي الايلياك تمام، دي الاعلى. العظمه دي اللي هي البيوبس، البيوبس له سوبيريور ريمس انفيريور ريمس، والحته دي اسمها البودي اوف بيوبس. الاسكيم، الاسكيم ده معظم العظمه دي ورا، از بوستيريور اند انفيريور تمام، ليها برضو ريمس، عشان كده الريمس ده على بعضيه اسمه اسكيو بيوبيك ريمس. ليها جزء بيدخل بروتروجن لجوه تمام، اسمه اسكال سباين، والحته دي اللي هي الراف اريا اسمها اسكال تيبروسيتي تمام. هنقولها بقى ايه ليتر اون. طيب الحته دي شايفين الخط الصغير ده، الخط الاسود ده، ايه الخط ده؟ هو الابيض اللي فوقيه هو اللي ايه؟ الابيض اللي فوقيه ده اوسيفيكيشن سنتر، يبقى ده لسه ايه اسمه فايسس. يبقى الولد ده مثلا ايه 19 20 مش عارف، لسه ما حصلش ايه كومبليت فيوجن، لان سام تايمز في الناس اللي هي الاثليتكس وكده ده ممكن يحصل له افالجن، لان لازق فيه الانتيرو ابدومينال وول ماسلز، واحد بيتدرب كتير ولا حاجه ممكن يخلعه من مكانه. اوكي طيب شايفين يا جماعه انا دلوقتي مصور اللانج بيس، شايفين الخطوط البيضه دي؟ الخطوط دي مش في الليفر ولا في السبلين، دي في اللانج بيز. هتقولي اللانج بيز واصله هنا او خلصانه في الحته دي؟ لا، اللانج دي ليها جزء من قدام اللي هو اللي ظاهر هنا وجزء تاني من ورا، فانا لما بصور البيم الجزء اللي من ورا بيبان ايه كانه باهت، فكل ده تبع اللانج بيز. لو لقيت فيه فاسكولار ستراكشرز لان المكمله ايه اللانج مور بوستيريور تمام. طيب نيجي للباول، اول حاجه دي عندنا مين؟ الاستومك تمام. الاستومك طبعا عندنا فاندس وعندنا بودي وعندنا ايه بايلوريك انترام. ايه الخطوط اللي ظاهره دي؟ دي الميكوزا فولس بتاعتها اسمها روجي تمام. نورمالي في اي عيان تلاقي اير في الاستومك، مفيش اي مشكله فيها تمام. السمول باول وقت ما هتظهر غالبا هتظهر سمول يبقى سنترال، لارج يبقى لاترال تمام. دي مين سمول ولا لارج؟ لارج اولا لان هي مور بريفرال يعني مور لاترال، ثانيا مور سيركمفرنشال لفه البطن ايه بالكامل، ثالثا فيها ميكوزال فولز تخينه خالص والمفروض انها انكمبليت يعني ما بتكملش بالكامل، دي اسمها هاوسترا. وكاناتومي احنا بنبدا عند الحته دي اللي هو سيكم، بعد كده اسندنج كولون، بعد كده الحته دي اسمها هيباتيك فليكشر، بعد كده ده ترانسفيرس كولون، بعد كده سبلينيك فليكشر، ودايما احنا بنتجه لغايه فوق. طب ليه الهيباتيك فليكشر اوطى من السبلينيك فليكشر؟ نتيجه الافكت باي الليفر هو اللي منزله تحت، فهنا كده السبلينيك فليكشر، بعد كده الديسيندنج كولون، والاس شيبد اللي هنا هيبقى السيجمويد، وفي الاخر خالص الريكتوم تمام. فاحنا عندنا تحت الليفت هيمي ديافرام انا نورمالي بشوف نوعين من الهواء، الجاستريك والسبلينيك فليكشر، لكن تحت الرايت هيمي ديافرام ما اشوفش اي هواء خالص تمام. اوكي دي مناظر بقى مختلفه، عندنا كل ده نورمال، ده كده الهواء ده بتاع مين؟ ده الترانسفيرس كولون ولا ده سمول انتستين؟ لا بص على الفولز، الفولز بتاعتنا ايه تخينة تمام خلاص. ده الهواء بتاع مين برضو؟ الاسندنج، ده كده الديسندنج تمام. طب حتة الهواء دي سمول باول، حتة الهواء دي ممكن تبقى سمول باول، مفيش مشكلة. اوكي ده طبعا الترانسفيرس. حد قادر يشوف الول؟ انا مش شايف الول تمام، الفولدز بس هي اللي شايفها تمام. طالما مش شايف الول ده نورمال، هنعرف بعد كده ايه الابنورماليتي، كل ده اير مفيش مشكله. هنا الاير تحس انه واضح، هنا الاير انتربتد شويه، يبقى معاه في كالماتر نورمالي مفيش مشكله. اوكي نفس الكلام بس ده هنا برون فيو. البرون ايه احسن حاجه هتبان معانا؟ الريكتم، لان هو بوستيرو ريكتو سيجمويد بوستيرو استراكشر تمام، فالهواء هيقوم ايه طالع فيهم، وكذلك ايه الديسندنج هيظهروا معانا ايه كويسين تمام. طيب المره دي جيت ابص على الباول الاير اللي فيها لقينا حاجه اسمها موتلت تمام. الموتل ده معناها ان مليان فيكال ماتر، معناها ان العيان ده كونستيبيتد. الكونستيبيشن طبعا ده كلينيكال دايجنوستس، لكن دي الصوره بتاعته، ده الكلاسيك بتاعه في الاكس راي، لو شفنا المنظر ده في كل الكولون ده كونستيبيتد بيشنت. طيب هنا ده الاناتومي بتاعنا بالانجيو العادي خالص، الجزء ده اللي هو مين؟ خلينا الاول ده سيكم اسندنج ترانسفيرس تمام، وهنا الفليكشر ديسندنج، بعد كده الاس بتاعتنا، وفي الاخر الريكتم تمام. نعدي الحته دي. اوكي دي عندنا الباول دي، ايه الاخبار؟ اوبستراكشن هنوصفها ديستندد
الكلمه اللي هتتقال عليها distended. تمام؟ ليه distended؟ تمام، انا شايف اليومن بتاعها، اليومن ده بتاع اللارج باول لو ما جابش 5 سنتي it is not dilated distended. تمام، يبقى انا عندي فرق بين كلمتين distended تمام مليانه هواء، dilated تمام لا دي مشكله، دي غالبا نتيجه obstruction. طب هو العيان ده ماله كل الباول لوس distended؟ دي حاجه اسمها ايروفيجيا، عيان بياخد اكسسيف اير سوالو زي مثلا الاستريسفول او اللي هو الاندر فنتيليشن ولا حاجه، ممكن تلاقي الصوره كده لكن كل الباول اللي انت لو قادر تقيسها مش هتلاقيها معديه الخمسة او خمسة ونص سنتي، خلاص يبقى مفيش اي دايلاتيشن. تمام، ايه الاخبار؟ نورمال دي ولا اب نورمال؟ نورمال دي الجاستريك اير بابل مفيش مشكله فيه، في اير فلويد ليفل يبقى على طول العيان ده ايه متصور وهو اريكت. نورمالي مع الاريكت الاقي جاستريك فلويد ليفل، الاقي 2 3 سمول باول، لكن اللارج باول مش المفروض الاقي فيها ايه اير فلويد ليفل. اشمعنى اللارج باول وظيفتها اصلا انها تمص الايه الووتر؟ تمام، فطبيعي ان انا يلاقي اير تمام يا اير انت المنجد مع فيزز لكن مش اير فلويد. الريكتم طالما العيان ده واقف غالبا مش هلاقي فيه اير، والاهم من كده مين الرايت دايفراجماتيك كوبيلا وهو واقف وهو اريكت ما لاقيش فيه. يبقى نخلي بالنا الاستومك تمام طبيعي ان فيها هواء وطبيعي ان فيها ايه اير فلويد ليفل، السمول باول ممكن تلاقي فيها ايه 2 3 اير فلويد ليفل، اللارج باول تمام ممكن تلاقي فيها عادي لكن لو وقف نو اير فلويد ليفل في الريكتم. تمام اوكي، ده نفس الكلام تاني كده. طالما المنظر ده العيان ده اريكت ولا سوباين؟ سوباين سوباين ما فيهوش اي مشكله. اوكي طيب الفولس دي كومبليت ولا انكومبليت؟ مش واصله، مش واصله، تحس ان ايه واصله لغايه هنا، واصله لغايه هنا وتخينه. الفولس لما تلاقيها تخينه ومش واصله يعني انكومبليت فولس، يبقى الاستراكشر ده لارج باول، دي كده اسمها هاوسترا، وهتلاقيها قليله في النمبر ان كومباريزون بقى لايه لحاجه ثانيه اللي هي الفولس ده ايه كومبليت واصل من وول لول وكتير ورفيع، ده اسمها فالفلي كونيفنس. دي كرايتيريا بتاع سمول باول ودي كرايتيريا بتاعت لارج باول، هنشوفهم دلوقتي في الاوبستراكشن. طيب الانتربريتيشن يبقى لغايه دلوقتي بس عشان ما انتهوش، احنا خدنا ايه الانديكيشنز الفيوز بتاعتنا وشويه اناتومي، احنا لغايه دلوقتي ما دخلناش في الليكشر. بي سيستماتيك لما تبص على الفيلم يعني اول حاجه تبص عليها الاثنين دي دول، الداتا بتاعت البيشنت والديت اوف اكزامينشن. اشمعنى الديت اوف اكزامينشن؟ لان في بعض العيانين في المستشفيات بيعملوا ايه فولو اب، فانت عايز تعرف دي ريجريسيف ولا بروجريسيف. الداتا بتاعت البيشنت ميل ولا فيميل واسمه ايه ومش عارف ايه، والايدج لان الايدج هيحركنا على سيرتن دايجنوزس، لو هو راجل الدرلي خالص تمام وعنده ديستندد باول لا دور ليكون معاه ايه شويه نيماتوزس ليكون اسكيميك كولايت وهكذا. تمام اوكي، نبص على انهي فيو احنا فيه نعرف الداتا بتاعت الفيو والكواليتي اوبتيمم فيلم ولا بعد كده ابروتش عشان الريدنج وازاي نريبورت. وانا على مدى ان شاء الله ليكشر انا هتطلبه يعني الديزيز ايه اللي اتقال فيه عشان يعني نسهل لكم موضوع الريبورتنج ان شاء الله. الابروتش بتاعنا اي بي سي ابروتش، ايه بدور على اير ان رونج بليس اكسترا ليومينال، اير بره اليومين، بي يبقى الباول اللي هو انترا ليومينال اير. تمام، سي كالسيفيكيشن، وعندي نوعين من الكالسيفيكيشن يا باثولوجيك يا نون باثولوجيك، يا سيجنيفيكانت يا نون سيجنيفيكانت. دي اللي هي الدنس ستراكشرز اللي هي البونز والسوفت تيشوز، اي ايفري ثينج ايلس الحاجات الميتال الفورين بودي الاستنتات وهكذا. فاي فيلم نمشي فيه بالطريقه دي ان شاء الله ايه ما نغلطش. طيب نجيب شويه اكزامبلز، ايه يعني اير ان ا رونج بليس اكسترا ليومينال؟ زي هواء في البريتونيوم نيومبريتونيوم، زي هواء ريتروبريتونيوم، هواء في البورتال، هواء في البيليري وهكذا. الباول نفسها دايليتد ولا لا، والدايليتيشن عليه ليفل ستومك سمول انتستين لارج انتستين ولا حاجات معينه. كالسيفيكيشن اكوردنج الكالسيفيكيشن هنخش له بطريقتين، شكل الكالسيفيكيشن ومكانه يعني الباترن والاناتومي. دي اللي هي الدنس ستراكشرز. سوفت تيشوز يبقى السوفت السوفت تيشو اورجان مثلا انلارجمنت هيباتوميجالي سبلينوي اللي هو اشكال معينه او تيومر. البونز عندنا الاكزيال سكيلتون والابنديكولر تمام، وطبعا عندنا مين في الاكزيال السباين، واهم حاجه واحنا بنبص على السباين الهايت بتاع الفيرتبري والبيديكلز الاثنين دول مهمين قوي.
والباقي عشان الفراكشرز وايفريثينج ايلس اللي هي يا اما حاجات ميتاليك سواء ليريت للسيرجري او لا فورين بودي واللونج بيز. ناخدهم بقى ايه واحده واحده. بسم الله. الاير اشهر حاجات اير اكسترا ليومينال هي نيومو بريتونيوم نيومو ريترو بريتونيوم نيوماتوزس انتستينالس يعني هواء في الباول وول نيوموبيليا هواء في البيلياري تري بورتال فينس جاز هواء في البورتال فين. في بعض الحاجات الثانيه زي مثلا انفيزيميتس كوليسيستايتس انفيزيميتس جاسترايتس اي انفيزيميتس اورجان تمام بس ده غالبا بيحصل مع انهي عيان الدايابيتك هو اللي لايبل ان يحصل معاه جهاز فورمينج اورجانيزم. طيب انا بدور على نيوموبريتونيوم اي فن تروما تروما اوكي احنا عامه اي فيلم هنبص له او هنقسمه لجزئين تروما وامرجنسي تمام وكولد كيسز. اللي عايزكم تطلعوا بيه مثلا النهارده الحاجات بتاعت الايه الامرجنسي الامرجنسي ما ينفعش يتغلط فيها. الامرجنسي اللي هي الايه الاي والبي الايه اير ان رونج بليس اللي هي الاكسترا ليومينال الاير والبي اللي هي الباول اللي هي الاوبستراكشن بقى وخلاف السي كالسيفيكيشن دي غالبا حاجه كرونيك دي اللي هي الدنس ما هي اما فراكشر ده تبع البون تمام يا اما سوفت تيشو انلارجمنت ده برضو واخد ايه حاجه كرونيك والاي اللي هي الاخيره دي حاجات تانية. فالاي والبي لا لازم نطلع بيهم كويس. نيوموبريتونيوم انا بدور له على ساينز معينه تمام ريتروبريتونيوم على ساينز معينه نيموبيليا ناخدهم واحده واحده. اول حاجه نيوموبريتونيوم فري جاز في البريتونيال كافيتي اشهر حاجه بتعمله على الاطلاق هي الايه الباول بيرفوريشن تمام اوكي. طيب ممكن الاقيه واقول ده نورمال بوست اوبراتيف لغايه 3 اسابيع ممكن الاقي مينيمال اير تمام لو معامل ابدومينال اوبريشن تمام او حتى في حالات التروما زي ما الدكتوره قالت. بس اهم حاجه لو انا بعمل له سيريال فيلمز الهواء ده بيقل ولا بيكتر بيقل لغايه لما يختفي تماما اوكي. اسبابه طبعا اشهر حاجه في الباول بيرفوريشن اللي هي بيرفوريتد بيبتيك ألسر. طب لو عندنا ديدينال ألسر خلي بالك انها ممكن تفرقع انتيريور او بوستيريور. حصل بالظبط حصل الرابشر انتيريور ده نيومو بريتونيوم حصل الرابشر بوستيريور نيومو ريترو بريتونيوم تمام اوكي. لكن هي الاشهر او بيرفوريتد ابندكس بيرفوريتد دايفرتيكولم بوست سيرجري تروما طيب ماشي ايا كان بقى ما هي ألسر تمام اوكي. بس هي البيبتيك طبعا اشهر بكتير لا مره مش هحطها هنا طيب اشهر علامات الساينز بتاع النيوبريتونيوم كتيره ده تقريبا 14 ساين احنا ناخد منهم شويه اللي هم المشهورين. طبعا اول حاجه نلاقي ايه اير اندر دايفرام يبقى لازم شيست اكس راي طالما شاكك في بيرفوريشن نيوبريتونيوم لازم شيست اكس راي اريكت فيجواليزيشن لل بوث سايدز اوف ا باول وول. انا طبيعي تقريبا ما بشوفش الوول لكن لو شفته معناها ايه هوا جوه وهوا بره دي اسمها ريجولر ساين. او لو شفت الفالسيفورم ليجمنت انا الطبيعي برضو ما بشوفوش الا اذا اتحوط بهوا. طيب اول علامه عندنا اللي هي فري اير اندر دايفرام شكل الاير هيبقى ايه كريسنتك لوسنسي اندر الدايفرام تمام اكوردنج بقى للكميه الهواء هيبقى كميه ايه اللي هيظهر معايا اكوردنج بقى للاماونت اوف اير هيبقى السايز بتاع ايه كتير او قليل تمام. ندور عليه تحت انهي دايفرام الرايت وليس الليفت نستخدم له انهي بيم فيرتيكال ولا هوريزونتال هوريزونتال. طب العيان مش قادر يقف لاترال ديكيوبتس ليفت لاترال ديكيوبتس مش قادر يلف دورزال ديكيوبتس تمام اوكي. وطبعا البيت فول بتاعته الشيله دي سيندروم. طيب ايه اللي احنا شايفينه هنا ده اريكت اريكت شيست اكس راي الرايت ولا الليفت الناحيتين تمام يعني الناحيه دي كده مش استومك لا الاستومك اهي الاستومك اهي وانا شايف الوول بتاعها المفروض الدايفرام انا ما بشوفوش بس طالما شفته بالكامل يبقى فيه هواء تحت وهواء فوق. ومين ده بقى ده الليفر هو اللي رافع الكريسنت ده تمام لكن مين دي الاستومك تمام وده الوول بتاعها وهي اللي رافعه ليه الهواء ده اوكي. وهنا دي ما يقابل خلي بالك ان الاريك تشيست اكس راي فيلم سنسيف لدرجه انه ممكن يطلع لك 2 مل فيري سنسيف ان يطلع الاير تمام. طيب ها يمين وشمال تكتب ايه في التقرير الدياجنوزس
نيو بريتونيوم اخد الكلينيشن يعني خد حته هيستوري، لانه ممكن بمنتهى البساطه ده عامل يا جماعه ايه سيرجري من 3 ايام يبقى نعمل عادي اكسبتد فور بوست اوبراتيف تشينجز، يعني ايه اهبط شويه ايه من التقرير ده حاجه مينيمال تمام، فولو اب كمان يومين ثلاثه هتلاقيهم اختفوا خلاص على كده تمام. اما ده لا ده مار ده كميه كبيره تمام سواء يمين ولا شمال، ده غالبا طلع عنده ايه بيرفوريتد جاستريك ألسر. معلش اتفضل انا ليه ما اعتبروش مثلا يعني دي لونج بيز وده هيبقى ايه انا فاهمك يعني انا فاهمك ماشي انا فاهمك، لان هتقول لي ده كل ده لونج تمام كل ده لونج تمام. اول حاجه ده مين لو فيشر لو فيشر لو فيشر تمام الفيشر اصلها ليها اماكن تمام وليها شكل ما تبقاش بالشكل ده، وهل دي الكوستوفرينيك انجل بتاعتنا؟ لا الفيسلز بتاع هنا وان كانت معديه هنا لكن هنا مفيش خالص هو لو اماكن ما انا بقول لك لو اماكن بالاضافه طبعا الناحيه الثانيه، لكن ليه حق تشك حاول بقى تجيب علامات ثانيه ايه تعدد لك تمام. اوكي مين ده الاستومك مين ده سبلينيك فليكشر، السبلينيك فليكشر بيبقى مور لاترال تمام لكن مش المفروض يبقى سوبير تمام الا لو السبلين صغر شويه في الحجم، عشان كده في ساعات حاجه اسمها اوتو سبلينكتومي انا ممكن اشخصها من الاكسري فيلم، لو لقيت السبلينيك فليكشر جاي تحت الهيمي دايفرام الليفت هيمي دايفرام يبقى تقريبا كده مفيش ايه مفيش سبلين، يا اما انا عامل سبلينكتومي طب لو مش عامل ممكن يبقى اوتو سبلينكتومي حاجه اسمها سيكل سيل ديزيز. طيب لكن هنا ايه اللي حصل ده فري اير تمام ده بقى فري اير متحوط بايه هنا السبلينيك فليكشر بدل ما هو مليان هواء مليان ايه مليان يعني فوق فيسز مثلا ولا ميه ولا حاجه تمام نتيجه الاوبستراكشن، فرسم لي برده شويه الفري اير اللي وراها. طيب البوزيشن ده ايه ديكيوبيتس بالظبط ليفت لاترال ديكيوبيتس، ادي الليفر وادي التحويطه بتاعته تمام العيان ما كانش قادر يقف مفيش مشكله اورينتد بالسي تي ولا تمام احنا عندنا السي تي برده احنا واخد مثلا اكزيال كات في الحته دي فده عندي الرايت وده عندي الليفت، السي تي تقريبا نفس القواعد بتاع الراديشن اللي هي اسود خالص معناها هواء زي هواء مثلا الاوضه، مسود معناها فات زي السبكوتينيوس فات او الفيسرال فات، مبيض الى حد ما تمام متوسط البيض اللي هي السوفت تيشو وكده، مبيض قوي اللي هي الايه البوني ستراكشرز او كالسيفيكيشن تمام او واخد كونتراست انهانسمنت تمام. طيب اسود خالص يعني هواء، الهواء لازم تبقى انفولفد وذين باول ما تبقاش كده فري، كونها فري وحوطت الليفر تمام خلاص ده نيوموبريتونيوم. امال ايه الخط ده ممكن الخط ده يكون الفالسي فورم ليجمنت اللي هو مثلا طالع من الليفر لغايه الانتيرو ابدومينال وول تمام. اوكي ها ده اللي حضرتك قايل عليه واحد من اللي انت قلت عليه تمام. هل ده كريسنت الاول عشان بس نجيب هنا الناحيه دي نورمال ولا اب نورمال؟ مفيش مشكله ستومك وسبينيك فليكشر، لكن الناحيه دي مش المفروض يكون في اي هواء، لقينا هواء هل ده كريسنت؟ لا يبقى مش فري اير. هل ده اير فلويد؟ لا يبقى مش ابسس تمام. امال ده واخد ايه؟ واخد الهاوسترا شكل الهاوسترا بتاع الكولون، يبقى ده كولونيك انتربوزيشن، ده بتبقى الانتيريو سيجمنت بتاع الليفر ايه جينيتك وبالتالي يقوم الكولون حاطط نفسه فيها وبالتالي هيظهر تحت الهيمي دايفرام. تعرفوا ازاي؟ من الكولونيك هاوسترا اسمها تشيلاديت سيندروم تمام او كولونيك انتربوزيشن. طيب لا 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 فاريانت فاريانت مفيش اي مشكله فيه اهو، مثلا هنا ايه اللي حصل؟ هوا واخد الهاوسترا طلع تحت الليفر واخد برضو ايه المنظر بتاع الهاوسترا تمام، فده تشيلاديتي سيندروم كولونيك انتربوزيشن هنلقطه بالصدفه. طيب هنا اير فلويد ليفل اندر الرايت دايفراجماتيك كوبيلا، وايه اللي حصل كمان في الكوبيلا؟ تحس ان ايه طلعت لفوق تمام ومعاها شويه افيوجن ومش عارف ايه وكلام من اوكي غالبا سب فرينيك ابسس، لكن ما يمنعش انه ممكن برضو ايه ليفر ابسس. اما هنا طالما لقيت هواء تحت الرايت هيمي دايفرام ده اب نورمال. ها سايتس انفيرسس ما يمكن انا عاكس المارك؟ لا بص على المارك الاول، اول حاجه تبص عليها اصل لسه جاي لي من كام يوم كنت اكتب سايتس انفيرسس لقيت المارك الناحيه دي والتكنيشن هو اللي كان مظبطها تمام يعني الرايت هي الناحيه دي، لقيت الرايت الناحيه دي خلاص انا متاكد انها صح. في هنا اير بابل بس تخيل تشوف الهارت
الهارت الايبكس بتاعته المفروض، تعال نرجع للي فات، الايبكس ناحيه الشمال ناحيه الليفت، هنا الايبكس بقت ناحيه الرايت، وكمان دي اللي هي المفروض تكون ايه جاستريك اير بابل، لقيتها ناحيه الرايت ومش موجوده هنا خلاص. يبقى يا جماعه ده الليفر، وهنا هيبقى السبلين بقى والحاجات دي اسمها سايتس انفيرسس. تمام، يبقى اربع بوسيبيليتيز تقريبا للهواء تحت الرايت هيميديافرام. لو لقيناه شكله كريسنت يبقى فري اير، لو لقيناه اير فلويد ليفل يبقى وذين ابسس سبفرينيك ابسس، لو لقيناه واخد شكل الهاوسترا يبقى كولونيك انتربوزيشن او تشيلي دي سيندروم، لو لقيناه تمام شبه الاير بابل يعني بيظهر بتاع الجاستريك بيظهر شيبت ومفيش الناحيه الثانيه وكمان الايبكس بتاع الهارت الناحيه دي سايتس انفيرسس. تمام، طيب انا كل ده انا بتكلم في الساين الاولانيه اللي هي اسمها ايه فري اير اندر دايفرام. الساين الثانيه اللي اسمها ريجلر ساين، ايه هي بقى؟ او اسمها دبل وول ساين. انا نورمالي ما بشوفش الوول بتاع الجت، ليه؟ براه فيه فلويد او عفوا فيه فات ولا حاجه تمام، وجواه فيه هواء، يبقى هواء مع سوفت مش هشوف الوول. لكن لو براه فيه هواء نتيجه فري اير يبقى بره وجوه فيه هواء وبالتالي هشوف الوول. فيجواليزيشن للوول تمام، ده بيدينوت ان فيه فري اير within البريتونيوم نيو بريتونيوم، دي اسمها ريجلر ساين. وخلي بالكم من كلمه ريجلر لان بعد شويه هتيجي حاجه اسمها ريجلر تريات. طيب ايه اللي انا شايفه هنا؟ ادي الوول، ادي الاول باول وفيها هواء، وانا شايف الوول هنا مع ان هنا مفيش باول تمام. يبقى وجود الوول هنا او فيجواليزيشن الوول هنا دليل ان في فري اير. نفس الكلام انا شايف هنا الوول حلو جدا تمام، العيان ده كان عنده بيرفوريتد جاستريك ألسر، شايفين الاير نفسه مع ان تقريبا الاير فين انا مش شايفه لان العيان ده هيبقى سوباين. لو اللوب عامله كده مع بعض هي دي البيتفول بتاعتي، برافو عليك، انا جايبها على طول بعديها ده. لو صبر توماس على الدكتور كان جاوب لوحده. ماشي، بص يا باشا، في حاجه اسمها اوفرلابنج لوبس ممكن تشبه الريجلر ساين تمام، ان انا حاسس ان انا شايف الوول هنا لان في هنا هواء وفي هنا هواء، لان هنا لوب وهنا لوب. طب اتصرف ازاي؟ تعال على حته ما يبقاش فيها اوفرلابنج، شايف الوول؟ لا مش شايف الوول، يبقى مفيش فري فلويد، مفيش فري اير. ما هو الفري اير هيسراوند في اكتر من جزء مش في جزء واحد وبس. ايوه تمام، فتدور على باقي الساينز وباقي الاماكن، لان الاوفرلابنج ده ممكن تشوف اصلا النورمال انديفيدوالز ممكن تلقط الوول تمام، بس غالبا الهواء اللي هنا فيه الهاوستر، الهواء اللي هنا فيه الهاوستر او الفالف كونفنت، تعالى على حته فيها سنجل ايه وما فيهاش اوفرلاب تمام. طيب فلما الاقي كده والاقي كده تمام، يبقى ده على طول ايه فري اير، ده هنا باول لكن ده هنا فري. طيب الساين دي كان اسمها ريجلر ساين، وساين مهمه جدا. الساين الثالثه بقى اللي هي فالسيفورم ليجامنت ساين. انا نورمال الفالسيفورم ليجامنت بيجي من ليفر انترو انفيرو لغايه الانتير ابدومينال وول، انا ما بشوفوش ده سوفت تيشو، لو شفته هشوفه على هيئه اوبيك لاين اكستندنج انفيرو من ليفر، خط ابيض نازل من ليفر، يبقى دليل ان حواليه اسود يمين واسود شمال، يبقى هو نورمال ايه نوت فيزيبل. وعلشان اشوفه يبقى الاماونت لازم تكون لارج اماونت، واشوف انهي بوزيشن سوباين. ليه سوباين؟ لو العيان نايم سوباين الهواء هيطلع فين؟ انتيريور فوق يعني انتيريور، وهو اصلا انتيريور ستراكشر تمام، فيه الريمننت بتاع الامبليكال فين. طيب حاجه تانية برضو تتشاف مع جاز اوت لايننج الليفر ايدج، انا نورمالي بالعافيه اشوفها او ما اشوفهاش خالص، لكن لو شفت الليفر ايدج ومتحوطه بخط اسود خلاص ده كده فري اير، وغالبا برضو الاماونت بتاعه كبيره تمام. تعال نشوف هنا، ده هنا مكان الليفر وان كان يعني الدنيا هيزي شويه، شايفين الخط الابيض ده تمام، الخط الابيض ده معناه ان في هواء يمين وشمال، وانت لو ركزتوا على الهواء ده بيظهر شيبت، ده مش هواء جوه باول ده فري، بس ده منظر الفري وقت لما يعني يكون ايه سوباين. دي نقطه، شايفين الخط ده تمام، الخط ده الباول بقى ليها وول، وده هنا ايه ده فري اير، ده مش وزين باول ولا حاجه تمام. يبقى الخط ده اللي هو الفالسيفورم ليجمنت، الخط ده اللي هو الايه ريجلر ساين تمام. هنا ما يقابله هنا بالسي تي ان ده الليفر، وهنا كمية كبيرة جدا من الهواء تمام، كل ده يا جماعة الحاجة اللي هي المسودية دي كل ده هواء فري، عشان يظهر الفالسي فورم ليجامنت بالشكل ده لازم يكون لارج اماونت اوف فري اير تمام. اوكي، ساين تانية بتتشاف برضو لما يبقى فيه لارج اماونت اوف فري اير اسمها فوتبول ساين. شايفين الولد ده؟ انا شايف طبعا الدايفرام،
وهنا. بس ايه ده كل ده هوا سراوندنج اول اورجانس لغايه الفلانكس. تمام. الهوا لما بيكبر بالشكل ده بيبقى شكله عامل زي الحاجه اللي هي الكره الامريكيه. تمام. دي اسمها فوتبول ساين. وعشان تظهر لازم يكون فعلا فيري لارج اماونت اوف فري اير. دي مشهوره في الاطفال الصغيرين اللي هم بييجوا بحاله اسمها ايه نيكروتايزنج انتيرو كلايتس وبترابشر نتيجه نيكروز للور, فهتشوف فيهم الفوتبول ساين. لكن في الادلتس يعني غالبا مش هنشوفها. تمام. طيب ايه اللي انا شايفه هنا؟ نحاول نعد الساينس. شايفين الكوليكشن ده يا جماعه؟ ده كده في باول ولا فري؟ انتوا شايفين الباول؟ الباول هي ليها فولتس. تمام. ده كده فري. شايفين الكوليكشن ده؟ ده كده فري. وبالتالي رسم لي الايه؟ الول. وبالتالي رسم لي الول. رسمه الول اسمها ايه؟ ريجلر ساين. تمام. يبقى دي ريجلر ساين ودي ريجلر, كل ده ريجلر ساين. تمام. اوكي. ها شايفين الول؟ انا شايفه والدنيا هيزي. الهيزنس ده معناها ان في هواء منتشر في البطن بالكامل. ليه؟ انا شايف هنا باول, لكن ده ايه؟ ولا حاجه. ده هواء جوه باول, ده مفيش, ده بره. ريجلر ساين. طالما شايف الول ريجلر ساين. الفلويد يبان ايه؟ ابيض. الفلويد سوفت تيشو هيبان ايه؟ ابيض. الدليل العيان بتاع الاسايتس هتلاقي البطن بالكامل بيضه كانها فيلم سوفت. يعني اللي هو عنده اسايتس بطنه بالكامل مليانه ميه, ممكن ما يشوفش الهواء خالص وكان الفيلم سوفت, واحتاج عشان افيزواليز او معلي الكي في. تمام. اوكي. انا دلوقتي مين الاستراكشر ده؟ الليفر. كوني شفت الليفر ايدج انا المفروض ما اشوفهاش, ده دليل ان في ايه؟ نيومو بريتونيم. انا بس عايز ااكد في نيومو ولا مفيش. تمام. دي نقطه. نقطه تانية, مين ده اللي انا شايفه؟ الول. تمام. يبقى برضو ايه؟ ريجلر ساين. اوكي. نفس الكلام, ايه الخط الابيض ده؟ تمام. تمام. اوكي. وحتى لو شفنا ايه في بيزار شيبت, وايه تاني كمان؟ كل ده يعني ريجلر معاها فالسي فورم ليجمنت. والفالسي فورم ليجمنت ساين قلنا دي لوحديها كده لارج اماونت. اوكي. ايه اللي انا شايفه هنا؟ خط ابيض اهو, يبقى متحوط من ناحيتين فالسي فورم ليجمنت ساين. يبقى ده كميه كبيره من الهواء. تمام. العين ده متصور ايه؟ لاترال دي ليفت لاترال دي كيوبيتس ومحوط الليفر. اوكي. العين ده في كوره في بطنه يعني متهيألي في خلاص فوتبول ايه؟ فوتبول ساين. تمام. العين ده في ساين ثانيه حاجه اسمها كونتينيوس دايفرام ساين. انا الدايفرام تقريبا ما بشوفوش كونتينوس خالص في اي عين. ليه؟ لان هنا سوفت تيشو بتاع القلب وهو المفروض برضو سوفت, فبيبانش ابيض ما بينش. تمام. لكن كوني شايف الدايفرام كده بالكامل, تمام, في هواء محوطه بالكامل. تمام. فدي اسمها كونتينوس دايفرام ساين, برضو من علامات ايه؟ نيوم بريتونيوم. خلصنا نيوم بريتونيوم ولله الحمد, اللي هو اول موضوع في الايه؟ في الايه؟ في الاير الاكسترا ليومينال. لكن محاضره صغيره مش طويله. تاني موضوع اللي هو نيومو بريترو بريتونيوم. تمام. طيب ايه اسبابه؟ برضو باول بيرفوريشن, لكن بيرفوريتد المره دي ايه؟ بوستيرير. تمام. الا اذا هي نفسها كانت ريترو بريتونيال ستراكشر. تمام. يبقى الديودينال السر لو رابشر بيرفوريتد, او العمليات اللي بتتعمل عشان البيلياري سيستم بوست اي ار سي بي بقى او المانوفرز يعني الاسندنج والديسندنج لو حصل لهم برضو بيرفوريشن نتيجه كارسينوما او اسكيميك كولايتس. الاسكيميك كولايتس حتى في الناس الكبار ممكن تخبط في السبلينيك فليكشر والديسندنج كولون, اللي هو الديسندنج كولون ايه؟ ريترو بريتونيل. اسندنج وديسندنج وبارت من ريكتم ريترو بريتونيل. اوكي. ريكتال بيرفوريشن بارت منه برضو ريترو بريتونيل, ايا كان بقى المنوف بعد اندوسكوبي او بعد سيرجري او فورم بودي. بوست سيرجيكال عامل يورولوجيكال سيرجري عامل سباينال سيرجري ممكن نشوف برضو كميه هواء في الريترو بريتونيل برضو معانا لغايه ايه؟ اسبوعين الى ثلاث اسابيع. طيب العلامات بتاعتها جاز اوتلايننج الريترو بريتونيل ستراكشرز. اشهر حاجه الكي, يعني خد بالك كلمه كي, لما تلاقي السواد محوط الكيدنس يبقى الكي بتاعنا الكيدنس. لو شفت الكيدنس دايره سودا حواليها يبقى ده ريترو بريتونيال اير ديفينيت. لو شفته حوالين السوس يبقى ريترو بريتونيال. المفروض برضه حوالين الاي بي سي والاورت, بس الاي بي سي والاورت اصلا ما بشوفهمش, فدي من علاماتهم في السي تي. تمام. هو ممكن يبقى نيوم ريترو ونيوم بريتونيال الاثنين مع بعض, ما فيش اي مشكله. تمام. يبقى الساينز بتاعتنا لما تلاقي خطوط سوداء حوالين الريترو بريتونيال ستراكشرز او موتيلد ابيرنس, لو الخطوط بقى دي نقط عليها. تمام.
طيب عايز تتاكد صور في كذا بوزيشن، لو لقيت فيكسد ما بيتحركش ده ديفينيت ريترو. تعال نشوف دي، ها حد شايف حاجه ابنورمال؟ ايوه الكيدني اهي، الكيدني يا جماعه مرسومه بايه؟ بخط اسود، بالاضافه ان الخط الاسود ده ماشي ايه او خطوط بقى موتلت، رسمه مين؟ رسمه الصوص، وكمان في هنا خط وهنا خط. تمام، الوول بتاع الارجنتستنج ما فيش، ما انا بقول لك ممكن ما فيش مشكله، ما فيش مشكله ان الاثنين يحصلوا ايه مع بعض، بس مينلي المين باثولوجي هنا ايه؟ ريتروبريتونيل. ده فينا الهواء بقول لك راسم الصوص هنا وراسم الصوص هنا وراسم الكيدني وراسم الكيدني، كل ده ريتروبريتونيل ايه. لكن لو الكيدني لوحديها هي اللي مرسومه اخاف لا يبقى عندي حاجه اسمها امفيزيمتس بايلونيفرايتس. تمام، دي واحده من الحالات يعني حاجه اللي عامه اي انفلاميشن فيه امفيزيمتس وحش. تمام، لانه غالبا بيبقى في دايابيتك اميون كومبرومايزد، ممكن لو حوالين الكيدني فقط انفيزيمتس بايلونيفرايتس، حوالين يورين بلادر انفيزيمتس سيستايتس، جول بلادر كوليسيستايتس، بانكرياس بانكرياتايتس برضو الانفيزيمتس وحش جدا. تمام اوكي، حد شايف هنا حاجه؟ محوط برضو ايه؟ محوط الكيدني. تمام، نبص على الكيدني الثانيه، شايفها، مع ان انا حاسس ان الهواء ده ممكن يبقى كانه انترابريتونيل. تمام، بس يا جماعه احنا قلنا الاكس راي عباره عن سميشن اوف شادوز، اللي قدام على اللي ورا، فانا بدور على علامات، العلامات بتاعتنا هي ايه؟ الكيدني، قلنا الكي بتاعنا هو الكيدني. تمام، ها حد شايف محوط الكيدني؟ وكمان المنظر ده، ده ماشي ايه؟ along the source. تمام اوكي، ده هنا منظر هنا بالسي تي، انا دلوقتي اقول ده ريترو ولا انترا بيرتونيل. ايوه، في نقطه برضه عشان نقولها عشان يعني البيجنرز يعني كده، انا ممكن اصور السي تي بكذا ويندو. تمام، الستاندرد عندي 3 ويندوز في الاساس، ويندو اسمها سوفت تيشو ويندو. تمام، دي عشان السوفت تيشوز والفيسلز والانهانسمنت وكده. الويندو الثانيه اسمها اير ويندو، عشان اصور لي الحاجات اللي فيها ايه، ستراكشر اللي فيها اير. الويندو الثالثه بون ويندو، انا دلوقتي بدور على ايه؟ اير انتربريتونيل او ريتربريتونيل، فصور اللي اسمها اير ويندو او لانج ويندو، اللي هي كل الاستراكشر انا مش عارفها من بعضيها، لكن الحاجات اللي هي لو اتينويشن اللي هي الهايبودنس المسوديه هي اللي تبان. فانا عندي المكان ده، انا عندي ده يمين وده شمال، ده كده السباين، فده الاورطه اللي ناحيه الشمال، وده الاي بي سي. ايه اللي انا شايفه؟ هواء محوطهم، كون الهواء حوط الاورطه والاي بي سي، دي من علامات الريتروبريتونيال اير في السي تي سكان. تمام، لكن في الاكس راي بتاعنا العادي ادور على الكيدني والصوص. تمام اوكي، ثالث فري اير نوماتوزس انتستينالس، من اسمه كده الهواء ده موجود فين؟ في الباول وول، وذين الوول. تمام، ممكن اصورها امبروفيل او انفاس. الامبروفيل هلاقي لينير ريديولوسنسز، يعني بلاك لاين حوالين الباول ليومن، بارل للباول ليومن، لكن الانفاس مشكلته انه على الليومن، وبالتالي هشوف ايه؟ موتيلد ابييرنس. تمام، تعال نشوف هنا باول فيها شويه هواء، ايه اللي انا شايفه؟ خط حوالين الباول، لا هو الخط بالفعل في الوول. تمام، فدي اسمها كده ايه؟ نوماتوزس انتستينالس. لكن هنا المره دي في الوول نفسه، بس في الانتيرور او البوستيرور وول، وبالتالي ايه؟ على الهواء اللي جواها بقى ميورال، على الهواء اللي جواها مدي منظر النعكشه ده، ده اسمه موتيلد ابييرنس. صعبه دي، صعبه دي، صعبه. انا عارف تمام، انا امبروفايل وانفيس، لا لا لا، بالنسبه للباول نفسها. تمام، هنا الباول موجوده اهي، انا شايف هنا الوول كان اللاترال وول هو اللي فيه هواء، وهنا انتيرور وبوستيرور. طالما انتيرور وبوستيرور وهي فيها هواء، هي نفسها فيها اليومينال اير وميورال اير كله على بعضه، وبالتالي هذا المنظر نعكشه، ممكن ما نعرفش نشخص بيه، لكن هنا هي جواها شويه هواء، بس حواليها اللي هو الوول بتاع اللاترال وول فيه هواء. فانا هنا الامبروفيل انا هقدر اشوفه، هتلاقي ريديولوسنت لاين بارلينج الباول وول. تمام، لكن هنا اوفر لاينج، فهنا اقدر اشخصه بسهوله عن هنا. تمام، طب ايه الاسباب بتاعته؟ في برايمري كوز ده رير وهننساه، اللي هو غالبا ممكن يجي بقى في لارج انتستين بقى وكده، وفيه السكندريز دي اللي مشهوره قوي، واحد عنده سي او بي دي، السي او بي دي ممكن اشوف وما تبقاش مشكله، هنعديه ده بقى. المشكله بقى ايه؟ لو عندي اسكيميا ونكروزس للباول وول، هيسرب هواء في الوول، لو في الانفانتس
هيبقى الكونديشن المشهوره اللي اسمها ايه، نيكروتايزنج انتيروكلايتس اللي بتيجي في البريماتيور. لو في الادلت وحشه جدا اسكيميك كولايتس، اسكيميك باول ديزيز، تمام، ده لايف ثريتنج ديزيز، يبقى ممكن يحصل اسكيميا ونيكروز هو اللي يعملها، او اوبستراكتيف ليجن زود الانترليومينال بريشر. لو في الاطفال الصغيرين نتيجه اتريزي او ستينوز زي هيرش سبرانج ديزيز او بايلوريك ستينوز. في الكبار يبقى كارسينوما، تمام. طيب العلامات الكومبليكيشنز بتاعته، ممكن يسرب على البريتونيوم او يسرب على البورتال فين، يا اما نعمل نيوم بريتونيوم يا اما بورتال فينس جاز. البورتال فينس جاز في الصغيرين ما بيقلقنيش، لكن في الكبار very bad prognostic sign، تمام. ها هنا بقى سهل تشخيصها ولا لا؟ ايوه، انا حاسس ان الول هو اللي مرسوم مش البول، الول بالكامل هو اللي مرسوم. ولو خدنا بالنا ده طفل ولا كبير؟ نيونيت، تمام. عنده ايه؟ عنده نوماتوزس انتستينالس، تشخص على طول نيكروتايزنج انتيروكلايتس، اكتبها كده، تمام. طب انا عايز اوصفها يا دكتور، مفيش اي مشكله، في ريديولوسنت لاينز بارلينج او وذين الوول بتاع الجت السمول باول لوبس وسنترال امبوزيشن. عشان في الاطفال الصغيرين بقى مش هنقول بقى سمول باول ولارج باول، هنقول بروكسيمال وديستال، تمام، ده كديسكريبتيف تيرم، تمام. طبعا معظمها هنا في السنتر، فده غالبا ايه البروكسيمال. ولما دول كده جايين اللي هم تحت الليفر دول جايين دول كده وحالهم برده بالظبط. الله عليك ما شاء الله، اهو كل دول مرسومين، الول نفسه مرسوم، تمام. في نقطه تانية بقى هنبص عليها لما نشوف الانتستينالس، نبص على مين؟ الليفر، على البورتال فينس جاز، الاثنين هيحصلوا مع بعض، تمام. دي هتبقى سيكول دي. طيب حد شايف هنا؟ ها ايه ده؟ نوماتوزس انتستينالس، نوماتوزس انتستينالس، تمام. طفل صغير يبقى نيكروتايزنج انتيروكلايتس، راجل كبير تمام يبقى اسكيميك باول. ايه اللي انا شايفه هنا؟ انا مش شايف الباول، الباول هنا فيلد، لكن انا شايف ايه؟ الول. انا كده شايف الول بتاعهم كلهم، تمام. في واحد كبير غالبا ممكن تبقى اسكيميك كلايتس، ده واحد عنده ميسنتريك اسكيمي، تمام. طيب الهواء اللي بعد كده نيوموبيليا اير وذين البيليار تري، هلاقيه في الاكس راي برانشنج اير لوسنسز، برانشنج ريديو لوسنسز، تمام، بروجكتد اوفر الليفر شادو. طب ما حد يقول لي ما يمكن ده في البورتال فين، افرق ازاي البورتال فين من البيلياري؟ البورتال فين مش بيدخل الدم جوه الليفر، وبالتالي هيوصل لغايه ايه؟ البريفري، لكن البايل داكتس تمام بتجمع البايل وبالتالي هتكبر ناحيه ايه؟ السنتر. فانا لو لقيت الاير لوسنسز دي ناحيه السنتر بتاع الليفر غالبا دي بيلياري نيوموبيليا. لو نعم غالبا بس مش اكيد يعني. هقول لك ليه غالبا، لان انا ممكن يبقى عندي اكستنسيف بورتال وبالتالي هلاقي بريفرال اند سنتر، لكن لو لقيت الاير سن بريفرال بس ده بورتال بقى، تمام. اوكي ايه الاسباب بتاعته؟ ده على فكره مشهور، لان في ناس كتير بتعمل الاي ار سي بي، في ناس كتير عندها انكومبتنت سفنكتر، البيلياري درينج او بيلياري كونكشن، معظمها ايه؟ عمليات، تمام، او ستون وعدت وعملت فيستا وهكذا، لكن ريرلي ان يبقى من انفكشن. ولو كان من انفكشن وحش، اللي هو الانفيزيميتس كوليسيستايتس، في الحاله دي هلاقي الاير كمان موجود في الوول اوف جول بلادر، تمام. طيب ايه اللي انا شايفه؟ الله، انا سمعت حد قال اير، صح كده؟ الاير فين؟ برافو عليك، تمام. برانشنج اير لوسنسز او برانشنج ريديو لوسنسز، ماشي، بروجكتد اوفر البريفرال ولا السنترال؟ السنترال بارت اوف ذا ليفر، تمام. حد شاف دي كمان حاجه ميتاليك كده ماشيه؟ دي بيلياري ستنت، يبقى خلاص، يبقى اللي عندك انا خد منه حته هيستوري صغير، هتلاقي انه كان عامل ايه انترفنشن، تمام، وهو غالبا السبب في ده، يبقى ده انسيجنيفيكانت شويه. لا ده لو كمان لو دي ستنت ولقيت معاها شويه الهواء ده ممكن تبقى دليل ان الستنت دي شغاله كويس، بالذات لو وصل الديدرم، تمام. وهنا لو عايزين توصفوها اقروا بقى الكلمتين اللي تحت، branching linear air lucences projected over liver shadow larger and more prominent toward the center. انا ده لو شفتها تكتب ايه، تمام، عشان كان في حد تقريبا سال يعني على موضوع الريبورتنج ده. لا دي بسيطه،
انت تمام اوكي. ايه اللي موجود؟ نفس الكلام branching linear air lucences projected over central part of the liver more larger and prominent toward the hilum. تمام. الفحص ده معمول ايه؟ باريوم. امال ليه الجول بلادر؟ لا ده فيها ليفل دخل فيها الباريوم. ما هو الهواء ده دخل منين؟ من الجت. يبقى الباريوم دخل منين؟ من الجت. مفيش مشكله يعني. تمام مفيش اي مشكله. يبقى كده كده انكومبتنت. تمام. اللي هي كان عامل سفنكتروتومي تمام عشان جول ستونز. يبقى اللي دخل هواء دخل برضو ايه؟ باريوم. تمام. طيب الهواء اللي بعد كده بورتال فينس جاز وقت ما دور البرانشنج اير لوسنسز برضو بروجكتد اوفر البريفرال بارت اوف الليفر ولو سيفير بريفرال اند سنترال ولو كمان اكتر من كده بورتال فين اند سبلينيك فين. تمام. ما هي خلاص بقى الجت بتدرين عن طريق ايه؟ السبلينيك اللي هي الميزنتريك يعني كل ده ميزنتريك فلو سبلينيك وبورتال. بس مشكلتها لو في ادلت سيريس فيري هاي مورتاليتي ريت. تمام. لكن لو في انفانتس مش بالخطوره دي. فده المكان الطبيعي بتاعها في البريفرال بارت اوف ذا ليفر. لكن لو مور سيفير بريفرال وسنترال وكمان سبلينيك. تمام. اسبابها الموست كومن كوز في الادلتس اسكيميك باول. تمام. في الانفنتس برضو الاسكيميك باول بنسميها ايه؟ نيكروتايزنج انتيروكلايتس او سيفير سيبسس. تمام. كومبليكيتد ابنسايتس كومبليكيتد دايفيرتيكلايتس كومبليكيتد بيرفيك ابسس. ايه اللي انا شايفه هنا بجانب الديستنشن دي يا جماعه؟ ريجلر ساين باول وباول باول باول بس هي ديستندد. لكن ايه اللي انا شايفه بقى؟ خلي بالك شايفين هنا البرانشنج وصل لغايه الطرف برانشنج اير لوسنسز. تمام. واصله لايه؟ لغايه الطرف. وفي حاجه تانية كمان ها ها ما هو باين اهو سبلينك. السبلينك كمان انا ممكن تعدي عليا وانا ما اعرفهاش. تمام. هقول دول وبس ودول بس از اناف خلاص بورتال فينس جاز. بس ده كده تحلف ان ده بورتال. ما تقوليش بقى بيليا. ما تقوليش نيموبيليا. تمام اوكي. برانشنج اير لوسنس بروجكتد اوفر بريفرال بارت اوف ليفر شادو. تمام. هنا كمان السنترال والسبلينك. حد شايفهم هنا؟ بالعافيه هو بالعافيه باينين. بس دايما ايه؟ يو سي وات يو نو. انت ما بتشوفش غير الحاجه اللي انت عارفها. تمام. فانت لو لقيت دايلاتيشن وفري اير ومش عارف ايه وكلام من ده هتبدا تدور. تمام. لو لقيت نوماتوز انتستينالس هتبدا تدور. ولو دورت وانت على مونيتور تمام ابدا ظبط الويندو شويه عشان تبين ايه الاير حلو. شكيت فيه نعمل سي تي سكان. وان كان انا يعني انا راجل سونوجرافر هعمل له سونار وهلقطه بالسونار. تمام. عشان بس ما عرضوش ايه لدوز ولا. بس غالبا هيطلب له سي تي سكان وكمان ويز كونتراست عشان نعرف فيه ميزنتريك اسكيميا ميزنتريك اوكلوجن سواء ارتيريال ولا فينس. تمام اوكي. فهنا الفرق بين النيوموبيليا والبورتال فينس جاز. تمام. ان البورتال فينس جاز هيبقى هيوصل لغايه البريفرال. نيوموبيليا هتبقى سنترال. تمام. دي نقطه مهمه للغايه. تمام كده احنا خلصنا النقطه الاولانيه اللي هي الاي. نجيب تاني بس كده نراجع. احنا بنعلق على خمس حاجات في الفيلم A B C D E. A air. تمام. اللي هو free air او air extra luminal. تمام. pneumoperitoneum pneumoretroperitoneum pneumatosis intestinalis portal venous gas و pneumopelia. في بعض الانواع التانية اللي هي rare اللي هي emphysematous emphysematous cholecystitis cystitis pyelonephritis وهكذا. تمام. طيب البي اللي هي عباره عن ايه؟ باول اللي هو دايلاتيشن انتراليومينال ايه لكن دايلاتيشن لارج باول سمول باول ستومك. هناخدهم بقى واحده واحده. السي كالسيفيكيشن الدي اللي هي دنس ستراكشر والاي ايفريثينج ايلس. البي هو بس ممكن يفتح اي سورس الهواء عشان طب لو الناس ما افتح بعد البي هنريح شويه. بعد البي هنريح شويه. هي اسمها حتى بي بابك. لا 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 خلاص كده يعمل طيار حلو يعمل طيار حلو. تمام. طيب اوكي. Thank you.
ها تمام. في حد مش هيشوف ولا هو منه علينا يعني تخيل برضه يعني الاشعه محتاجه تخيل. المره دي انا هدور على الانتراليومينال اير اللي هو وذين الباول. لقيت باول دايليتد احدد دي انهي باول عن طريق المكان والشكل. تمام. عن طريق المكان والشكل اللي هي بيريفرال وفيها هاوسترا دي لارج باول، سنترال وفيها فالفيولو كونفنس دي سمول باول. هنقول الكلام ده تمام. لكن لو لقيتها مثلا على رايت انجوانا ريجن المفروض الحته دي ما فيهاش اصلا باول، لو لقيت فيها هاوسترا او لقيت فيها اير لوسنسي دي كده يبقى الدليل ان العيان عنده هيرنيا. تمام كده هيرنيا. اوكي ابص على الباول الوول بتاعها ازاي، هنشوفها كمان شويه. انا ممكن الوول اندنتنج جوه لدرجه ان انا عامل حاجه اسمها ثامب برينتنج، ده بيشخص نوع من انواع الكولايتس تظهر عندنا في الاكس راي عادي. فالحاجات اللي انا هدور عليها هل دايليتد سمول باول لارج باول ستومك تمام، او انواع معينه منهم حاجه اسمها فولفولاس كلوز دروب استراكشن هيرنيا الباول وول انفلاميشن ايفن يبان او فيكال لودنج وامباكشن. دايليتد سمول باول، السمول باول بتتميز بايه؟ اولا هي عباره عن ديودينم جيجينم وإليم. الجيجينم نفرقه من الإليم ازاي؟ الفولدز بتاعه الجيجينم كتيره جدا، دي اسمها فالفولي كونفنس. تمام. الفولدز بتاعه الإليم اقل. تمام. الفالف الفالفولي كونفنس انا عايز افرقها بقى من الفولدز بتاع الكولون. الفولدز بتاع الكولون انكومبليت ومور ثيك واقل في النمبر، لكن دي كومبليت واصله الول بالكامل ومور ان نمبر. تمام. طيب لو لقينا البيشنت عنده دايليتد سمول باول امتى اقول عليها دايليتد؟ لو اكتر من 5 برافو عليك 3 سم. تمام. هي 2.5 كمان يعني ماشي 3 سم. اوكي اللارج باول من 5 ل 5.5. اوكي تمام. اوكي في لما بيحصل اوبستراكشن على ليفل ايه اللي هيحصل بروكسيمال وايه اللي هيحصل ديستال؟ بروكسيمال هيبقى مور دايلاتيشن. تمام. ديستال هيحصل كولابس الا لو كانت بارشل. تمام. طيب انا عندي نوعين من انواع الاوبستراكشن، ممكن يكون ميكانيكال وممكن يكون فانكشنال. ميكانيكال في سبب قافل، اشهر سبب يقفل السمول انتستين هو برافو عليك الادهيشنز. تمام. يعني واحد عامل لسه مش عارف غالبا واحد عامل عمليه قبل كده. تمام. الثاني النوع الثاني اللي هي إليس فانكشنال إليس. انا عندي نوعين من الإليس. تمام. النوع الاولاني لوكالايزد لوب اسمها سنتينل لوب، النوع الثاني جنرالايزد. تمام. الجنرالايزد غالبا بوست اوبراتيف. تمام. اوكي. اما اللوكالايزد غالبا على انفلاميشن وحسب المكان بتاعه، لو لقيته مثلا في الابيجاستريم ده بنكرياتايتس هو جنب انفلاميشن، لو لقيته في الرايت إليك ده كده مع ايه ابندسايتس، لو لقيته في الليفت إليك دايفرتيكولايتس، يعني من مكانه انا هبدا اشك فيه. تمام. اوكي انا عشان اقول دايليتد لازم يكون مليان ايه هواء مش مليان فلويد، لكن لو مليانه فلويد هيحصل ميس دايجنوز، مش هعرف اصلا دي دايليتد ولا لا بالاكس راي، لكن ممكن اللقطه طبعا بالايه بالالترا ساوند. تمام. فانا عندي النوعين بتوعي اللي هو الميكانيكال اوبستراكشن والاليس، والاليس ده بوست اوبراتيف او بوست انفلاميشن او مع بعض الدراجز اللي بتوقف العمل بتاع البريستالسيس اللي هي انتي كولينرجيك. تمام. اوكي دي اسباب بقى الاوبستراكشن بانواعها، في نتيجه حاجات من بره ودي اشهر سبب على الاطلاق اللي هو الادهيجنز. تمام. لكن ممكن هيرني او فولفس، حاجات كونجينيتال هنلاقيها في الاطفال الصغيره زي ديودينال اتريزيا ايليال اتريزيا ميد جات فولفس، حاجات انتراليومينال. تمام. انفلاميشن بقى بانواعها. تمام. او ستون افلت او فورين بودي او ايفن حتى ايه مالجنسي. امتى نقول دايليتد وليس ديستندد؟ ديستندد ده العادي. تمام. مليان جازز لكن كله within normal diameter. ثلاثة ساينس، اول حاجة دايلاتيشن اكتر من 3 سنتي in diameter. تمام. اوكي هنا بيقول لك لو عايز تقارن رفلي الفيرتبرال بودي تقريبا 4 سنتي، فلو هي وصلت فيرتبرال بودي من حيث الديامتر بتاعها خلاص دي دايلاتيد، دي ديفنتلي معديه. ده بالنسبة ما ده هنا رف استيميشن. تمام. لو انت مثلا معكش مسطره ومعاك فيلم وخلاص، يعني ده على الفيلم القديم. الفيلم
لا ما هي ال... ماشي ما لو لو ماجنيفايد باول يبقى الفيرتبرا اللي جنبيه برده ماجنيفايد بنفس الدرجه، عشان كده احنا عايزين حاجه في نفس الفيلم. لكن الادق على الاطلاق انك تقيس على المونيتور. تمام اوكي. ولازم يكون البوزيشن بتاعها واللوكيشن ايه سنتر. تمام بريفرال انا هبدا اشك ان دي ايه لارج باول، ولازم تكون الفولتس بتاعتها الكريتيريا بتاعتها اللي هي فالفيلوكون ايفنتس اللي هو فولتس كتيره فولتس كومبليت وجنب بعضيها. تمام يعني اوكي. انا اجي اقيس لو عايز اقيس حاجه اقارنها بالفيرتبرا ده لا ده في حتى انا كنت المفروض النهارده النك وقت السوفت تيشوز بتاع النك ممكن مقسي وعشان حته ريترو فارنجيال ابس ولا كده ابص على الفيرتبرا اللي جنبيها السوفت تيشو دي عدت الفيرتبرا البودي خلاص كده فيك يبقى فيه انفلاميشن يبقى فيه ابسس يبقى فيه. تمام في حاجات كده اللي هي البراكتيكال شغل عالي بالظبط كده. تمام ايه اللي انا شايفه هنا ده اكس راي ابدومن سوباين. ايه اللي شايفه دايليتد سنترال سنترالي لوكيتد باول لوبس شوينج فالفولي كونيفنس. تمام اوكي يبقى دايليتد سمول باول مالتيبل دايليتد اكتر من 3 سنتي جاز فيلد باول لوبس هافينج سنترال لوكيشن اند فالفولي كونيفنس سين ثرو اوت. كده خلاص الوصف بتاعي كده دي دايليتد سمول باول. هو ليه ما كتبش اوبستراكشن؟ احنا قلنا ممكن تكون يعني اكتب كده اوصف هي دايليتد ولا كوصف ممكن تكون ميكانيكال ممكن يكون فانكشنال. تمام اوكي. ايه اللي انا شايفه هنا نفس الكلام يا جماعه بس بدل ما اقول مالتيبل لوبس اقول ايه دايليتد سنجل دايليتد جاس فيلد باول لوب اكتر من 3 سم سنترال لوكيشن عند الابيجاستريم ويز فالف كونفنت يبقى غالبا فيه انفلاميشن هنسميه ساعتها ايه بقى سنتينل لوب دايليتد سنجل باول لوب يبقى سنتينل لوب يبقى غالبا اللي عنده ممكن يكون عنده بنكرياتايتس المكان ده كده ايه بتاع البنكرياس. تمام البنكرياس جاي ترانسفيرس بالظبط ولا جاي اوبليك وبليك الهيد اللي هي ناحيه اليمين تمام اوطى من التيل اوكي. اما الراجل اللي عنده ايه حد يقول مالتيبل سنترال لوكيتد دايليتد باول جاز فيلد باول لوبس اكتر من 3 سم هافينج سنترال لوكيشن قلنا و الفالفولي كونيفنس. تمام ما هي واخده لا بس خلي بالك كل ده بريفرال لسه اهو مش موجود انت هتشوف دلوقتي اللارج باول. تمام ايه اللي انا شايفه شرحه هو تمام وان كانت الفالف الكونفنس موجوده في بعضهم مش موجوده في البعض الاخر اشمعنى لانه ممكن يكون هنا جيجنم وهنا ايه ايليم والايليم قلنا الفالف الكونفنس مالها قال تمام اوكي يعني هنا بيقول لك الفالف الكونفنس موجوده في الايه في الابر بارت يبقى اللور بارت ده غالبا ايليم. تمام في هنا سبيشال كونديشن من السمول باول دايليتيشن اسمها جول ستون ايليس اكشوالي دي مش بتاعت براكتس كتير لكن دي بتاعت امتحانات يحبوها في الامتحانات. ايه قصه الجول ستون ايليس؟ هي مبدئيا ان كومن كوز للسمول باول اوبستراكشن. واحد بيجي له كوليسيستايتس مره 2 3 حصل ادهيشنز حوالين الجول بلادر لزقتها في الديودينم اتحصل بعد كده فيستولا بين الاثنين عدت لارج ستون والستون فضلت ماشيه 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 لغايه لما قفلت عند الايه الاليوسيكال فالف. تمام دي جابوها لنا في الافار لا 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 ما حاجات الامتحانات اصل هي الفكره حاجه صغنططه خالص فانت تلقطها. يبقى ايه اللي هنلاقيه؟ هنلاقي ثلاث حاجات دول اسمهم ريجلر ستريات غير الريجلر ساين. ريجلر ساين اللي هي ايه دبل وول ساين. تمام اوكي ريجلر ستريات دي بلاقي نيوموبيليا لان فتح الاثنين على بعض سمول باول اوبستراكشن يبقى ادور على جول ستون وغالبا الجول ستون هتبقى في رايت ايليك فوس اشمعنى لانها بتبقى قافله الاليوسيكال فالف. هي بيقول لك هنا بتتشاف في 30% لا ما اعتقدش يعني لان غالبا الجول ستونز تمام 10% بس اللي فيها اناف كالسيوم عشان تتشاف بالاكس راي تبقى راديوبيك. تمام اوفتن جول ستون از نوت فيجوالايزد تمام لان معظمهم ما بقاش ايه اناف كالسيفيكيشن. تمام طيب ايه اللي انا شايفه هنا حد يقول الاول بالظبط كده ماشي مالتيبل سنترال لوكيتد دايليتد سمول باول لوبس فالفولي كونفنس. تمام دي النقطه الاولانيه نيوموبيليا فين اهي برانشنج اير لوسنس بروجكت اوفر السنترال بارت وليس البريفرال. انتوا متخيلين لو كانت البريفرال انا ممكن اشك في اسكيميا ما هيبقى برضه باول دايليتيشن معاها ايه بورتال فينس جاس لكن المره دي نيوموبيليا مع بورتال فينس مع سمول باول
دور على ستون. حد شايف؟ انا بصراحه مش شايف. تمام، هو بيقول لك انها موجوده في الحته دي. تمام، ريتروسبكتيف خلاص، فما جبتهاش الاثنين دول مع بعضيهم. تمام، سجستيف. تمام، اوكي، يعني عديها لي، هو اللي كاتب ماشي. مش انا اللي حاطط الستون. يعني ولا دي ستون بس. تمام، يبقى دلوقتي لو عايزين نوصف ده يعني كوصف فيلم، تمام، وممكن برضو وصف اكزامينيشن. انا بوصف كل حاجه على حده. اول حاجه النيو موبيليا هنوصفها ازاي؟ مالتيبل برانشنج ريديو لوسنس بروجكتد اوفر سنترال بارت بتاع الليفر بيكام لارجر ومور بروميننت توورد الهايلان، دي نيو موبيليا. الباول دايليتيشن مالتيبل دايليتد تمنتال ساند جاز فيلد باول لوبس سنترال لوكيشن فالفيلوكون ايفنتس خلاص. الستون نفسها تمام، اوباسيتي فينت اوباسيتي بروجكتد على الحته اللي هي دي مثلا ليفت سايد بتاع السكرم رايت سايد اوف السكرم. خلاص انا كده بوصف. الوصف في الاكسلين ان شاء الله مش صعب، وخصوصا لو انت معاك كتاب بتوصف منه ادق وصف، هيبقى وصف الكتاب. اوكي، دي دايليتد سمول باول. دايليتد بقى لارج باول غالبا بيقول لك اولموست اولويز اوبستراكشن. فلو لقيت لارج باول دايليتد اكتب ان في انتستينال اوبستراكشن. طبعا الباول اللي بروكسيمال ليها هتبقى ديستندد تمام ودايليتد. الديستال ليها كولابسد، بس حسب انا مصور امتى. يعني لو انا صورت في اول يوم لسه هلاقي الريكتم فيه هواء وهيخدعني، ممكن اميس الدياجنوز لو لقيت الريكتم ايه فيه هواء. لكن بعد 3 4 ايام خلاص فضل هو اللي بتاع الريكتم، صوره برون ده المفروض ايه يوري لي هواء في ريكتم، مش هلاقي فيه خالص. ده ديفينيت كده انتستينال ايه لارج انتستين اوبستراكشن. طيب مع الالدرلي هشك فيه مالجنسي او كارسينوم كولوريكتال كارسينوم از ذا موست كومن كوز في لارج باول في ادلتس. تمام، ممكن دايفيرتيكولار ديزيز فيكال امباكشن في الفيري ايلدرلي اللي هو اصلا ما بيتحركش وايفن البريستالسيس بتاعته ايه ضعيفه للغايه او فولفرس. طيب راديولوجيكال ساين دايلاتيشن اكتر من كام؟ 5.5 ماشي 6 تمام، عدا السيكم، لان السيكم هو الموست ديستنسبل بارت من البول ككل، وبالتالي انا ممكن السيكم يوصل 9 سنتي قبل ما اقول عليه دايليتد. في كتب بيقول 8 تمام، فالسيكم معانا ايه رينج اعلى شويه. طبعا السايد بتاعها بريفرال او سيركمفرنشال. ليه سيركمفرنشال؟ لان الترانسفيرس كله مش بيعدي في السنتر صح ولا لا، بس هتلاقيها محوطه الباول بالكامل، محوطه السمول باول بالكامل، بالاضافه الفولدز بتاعتها عباره عن ايه الهاوستر اللي هي ايه اقل في العدد مور ثيك وان كومبليت. تمام، بس خلي بالك نقطه تانية برضو، لما الدايلاتيشن يبقى ماكسيمم ايه اللي هيحصل في الهاوسترا؟ هتختفي، هتبقى لوست. تمام، فلذلك الفالفيلوكون ايفنتس اكتر في العدد مور ثين ومكمله، اما الهاوسترا غالبا مش مكمل انكمبليت واقل ومور ثيك. تمام، ودي مقارنه كده بين الدايليت سمول باول والدايليت لارج باول، هنا اكتر من 3 سنتي تمام، غالبا بيقول لك ما بتعديش 4 يعني ما تعديش السايد بتاع الفيرتيبرا، هنا اكتر من 5.5 ما عدا السيكم اكتر من 9، والبوزيشن هنا سنترال لكن هنا سيركمفرنشال اند بريفرال، وهنا دي فالفلي لكن هنا ايه هاوسترا. تمام، ايه اللي انا شايفه هنا؟ امشي معاها، انا راسم ايه ده؟ انا راسم الكولوم بالكامل تمام، بس مليان هوا. شايفين يا جماعه الفولس مش مكمله، اقل في العدد تمام، وان كانت هنا حتى يعني كتيره شويه لكن هنا اقل ومور ثيك، فده كده ايه لارج باول اوبستراكشن. وصفها بسيطه، مالتيبل دايليتد اكتر من 5 جاز فيلد باولوس، هي هافينج سيركمفرنشال مينلي بريفرال لوكيشن ويز انكومبليت فولس اللي هي الهاوسترا. اوكي، نفس الكلام، ما يمكن دي يا دكتور سمول باول؟ لا خلي بالك، طالما محوطه بالكامل واصله لغايه البريفري دي لارج باول اوبستراكشن. هو ممكن الاثنين يكونوا دايليتد مع بعض، ممكن في حالتين، حاله منهم اللي هي بوست اوبراتيف اللي هو جنرايزد ايليس، حاله ثانيه لارج باول اوبستراكشن ومن كتر ما البريشر زاد 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 عدت خلال الاليوسيكال فالف، بدل ما كومبتنت بقى انكومبتنت فمالت يعني ريترو جريد، مالت السمول باول. تمام، اهم حاجه الريكتم هلاقي فيه هواء؟ لا تمام، لان كده في قفله قبل الريكتم. اوكي، نفس الكلام تمام، شايفين هنا يا جماعه الموست سنسبل بارت هو مين؟ السيكم. تقريبا انا ممكن ما اشوفش فيه فولتس من كتر ما ايه من كتر ما هو ديستندنت.
اوكي هي مناظر كتير هنا الديستنشن بقى اكتر وبالتالي الفولتس ايه قربت تختفي. لكن كده كده دي سمول ولا لارج السايز ده لازم يكون لارج تمام. هنا بيقول لك معاها شويه ايه سمول في اخر الفيلم ده ممكن يكون نتيجه انكومبتنس للاليوسيكال ايه فالف. اوكي طيب سب تايب كده من لارج باول اوبستراكشن اسمه فولفلس. فولفلس يعني الباول لوب لف حوالين تويستد حوالين الميزنتري بتاعه وبالتالي قفل تمام قفل من الناحيه دي تمام هو كده. وبالتالي في جزء اللي هو البروكسيمال بقى دايليتد الجزء الديستال بقى كولابسد. الفولفلس لما بنحصل في السمول انتستين بنسميه كلوزد لوب اوبستراكشن تمام كلوزد لوب اوبستراكشن. لكن هنا لما بيلف حوالين نفسه بنسميه فولفلس. انا عندي نوعين من الفولفلس سيجمويد فولفلس وسيكل فولفلس تمام. نتيجه الاوبستراكشن قلنا كلوزد لوب ويحصل معاه شويه ايه اسكيميات وكده. السيجمويد وقت ما بنشوفه غالبا العيان ده elderly او immobilized لف حوالين نفسه وبدا يديستند يديستند الاتجاه بتاعه هيبقى فين؟ هيطلع من البلفس تو ذا هيكروس الميد لاين وهيبقى اكستندنج للابر رايت كوادرانت وشكله زي حبايه بتاعه الكافيه. هي بيقول لك ايه كافي بين ابينس فراديولوجيكال فايندنج بتاعته كافي بين دايليتد كافي بين شيبد دايليتد باول لوب تمام. lack of الهاوسترا نتيجة الديستنشن العنيف اللي موجود فيه تمام. و البروكسيمال كولون دايليتد مين البروكسيمال كولون كله تمام اللي هو مين ascending وترانزفيرس وديسندنج. انا ليه بقول كده عشان افرقها من السيكل السيكل فولفلس. السيكل فولفلس الكولون هيبقى كولابسد ولا ديستندد كولابسد ما هو ديستال ديستال ليه الكولون بالكامل. فدي نقطة ايه مهمة جدا في التفرقة تمام ان السيكل فولفلس غالبا هيبقى هاي اب لوكيشن للسيكم وهيطلع برضه هيكروس الميد لاين لكن المره دي تو ذا ليفت ابر كوادرانس وغالبا ممكن نشوف فيه بريزيرفد هاوسترا تمام. فده بنلاقي شكله كده كوما شيبد ديستندد لوب الهاوسترا غالبا هتبقى بريزيرفد وهنلاقي النقطه دي مهمه كولابس للاسندنج وترانسفيرس والديسندنج. تعال نشوف اللوب ده لوب من اللارج باول كبير جدا بادئ من البلفس ورايح لغايه تحت الايه الرامي تهمي فرام تمام. تقريبا شكله زي الايه كافي بين ابيرنس. وانت لو رسمته كده مرسوم بالظبط فكافي بين شيب دايليتد لارج باول لوب كروسنج الميد لاين اكستندنج للرايت ابر كوادرانت لاكنج الهاوستر الباترن والكولون بتاعه والكولون بقى ديس بروكسيمال ليه شايفينه ولا لا؟ انا شايف فيه كولون اهو تمام اللي هو الاسندنج والسبلين فيكشر وبارت من الترانسفيرس هتلاقيه دايليتد تمام. طيب نفس الكلام شكل مين كافي بين تمام ستارت كافي بين دايليتد او ماسيفلي دايليتد باول لوب تمام ستارتنج في البلفس اكستندنج كروسنج ميد لاين واكستندنج للرايت الـ الـ هنا مش مرسوم يعني نعم ممكن يبقى فيها شويه ممكن يعني بس هي مش كلاسيك عشان بس هنا باول حواليه يعني تمام اوكي بس ده لو بيرفوريتد نعم لا لغايه دلوقتي ده كده السيجمويد ده بقى مين ده اللي هو لا كل ده سيجمويد ده هو ده قافل على نفسه يعني هو ده اللي لف على نفسه ما هو عامل كده تمام. فده جزء منه وده اللي عامل الكافي بين وده الجزء الثاني وهو لافت مثلا في الحته دي ولا حاجه تمام اوكي. اما المره دي ده اللي هو الكوما شيبت تمام جاي من رايت ايليك فوسا وكروسنج الميد لاين وطار رايح عليه على الليفت ايه ابر كوادرنت في هاوسترا ولا لا في هاوسترا الكولون تقريبا يعني مش قد كده لكن دي ممكن تكون سمول باول تمام السمول باول ممكن هي اللي تبقى دايليت تمام. فهنا الكولون ديستال كولون غالبا كولابست. طيب ايه الشكل هنا اللي هي الكوما شيبت وان كان الهاوسترا ايه قليله شويه لكن هو بادئ من رايت ايليك فوسا تمام وكروسنج الميد لاين وتحت الليفت هيمي دايفرام تمام الكولون كولابسد في شويه سمول باول اوكي. يبقى النوعين بتوع الفولفلس اللي عندنا كان دول مهمين ان احنا نفرق بينهم سيجمويد و سيكل. اللي زيهم في السمول باول لو انت شفتها هيبقى اسمها كلوزد لوب اوبستراكشن. طيب دايليتد استومك الاستومك ممكن تكون دايليتد بجاز هنشوفها دايليتد بفلويد غالبا مش هنشوفها في الاكس راي فيلم تمام. هتلاقيها عباره عن ايه يو شيبد جازيس ستراكشر تمام او حتى بيكون يقول لك استومك شيبد ستراكشر
تمام ريتشنج داون تو ذا بيلفس لانها جايه المره دي من ايه من فوق غالبا المفروض فيها روجي لكن غالبا مع الديستنشن مش هنعرف نشوف ايه الروجي بتاعتها طيب ايه الاسباب بتاعتها ما هي ممكن تتملي بهواء قلنا او بفلويد غالبا نتيجه obstruction الobstruction ده عشان الاستومك تتملي يبقى الobstruction ده ايه very proximal ليها على مستوى الديدنم ممكن ulcer وعامله مثلا cicatrice يعني fibrosis يعني وكده او even ايه malignancy او العيان اللي عنده ايروفيجيا اللي هو قاعد يبلع ايه هواء كتير 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 لو اتملت فلويد نفس تقريبا الاسباب او الموتيليتي بتاعتها ايه تعبان طيب ايه اللي انا شايفه هنا المره دي الهواء ايوه بس هي جايه منين بقى من الابر ابدومين ونازله لغايه البلفس مش العكس شايفين هنا الفولد ده الفولد في السيكم كان بيبقى تحت في السيجمويد كان بيبقى تحت لكن هنا جاي منين من فوق تمام فدي ممكن تقولها يو شيبت ديستندد باو او دايليتد باو اللوب جاي من الابر ابدومين كروسنج الميد لاين وايه وينتهي في اللور ابدومين بارت ميديودنم بيقول لك اهو الجزء ده يعني باين معاه لان الاوبستراكشن بقى هيبقى في الحته دي بس غالبا عاوز سي تي اوكي حتى احنا لو ما شفناش الديودنم وشفنا الاستومك بس ممكن نقول عليها جاستريك او اتليت اوبستراكشن غالبا لو حد كبير ده كانسر طب لو طفل صغير عنده كام اسبوع شيبس كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس الهيرنيا ممكن نشوف الهيرنيا ممكن وغالبا بيبقى انسيدنتال فايندينج لو العيان جاي لحاجه تانية لكن لو العيان جاي باي او لا لازم نبص عليه دي كانت حاله اللونج في الاف ار تمام حاله من الحالات السته لا هناك بيهتموا بالاكيوت ابدومين كانت اكيوت ابدومين ديستنشن وكان سيروتيك بيشنت ومش عارف وكان حاجه زي حاجه لكن الديستنشن وكان نوماتوزس انتستينال نزلت لغايه تحت لقيت ايه الهيرنيا دي تمام فمهم نبص على الهيرنياز طب هتقول لي نبص عليها في الاكس ري ازاي حاجه بسيطه خالص انا مش هدور على كتير حاجه اسمها جروين هيرنيا يعني مش هحدد حتى لا دي انجوينال ولا فيمورال هكتب جروين هيرنيا لو لقيت تحت الاوبتيوريتور فورامين هوا اذا فهي هيرنيا فاحنا هنبص على اللور بيلفس وهنحكم عليه دلوقتي طيب فلو لقيت لوبس جاز فيلد باول لوبس تمام سين بيلو الانجوينال ليجمنت الحد الفاصل بتاعنا اللي هي الاوبتيوريتور فورامين او لو لقيت سوفت تيشو سويلنج في المكان ده طيب تعال نشوف هنا نقول تاني الحته بتاع العظم مين يا جماعه العظمه دي دي كانت البيوبس مين العظمه دي اللي هي الاسكيم تمام مين الفتحه دي اوبتيوريتور فورامين تمام هو الانجوينال ليجمنت بيجي منين لفين بيجي من الانتيريور سوبيريور اليك سباين تمام لغايه البيوبس يعني بيجي في الحته دي فلو لقينا اي هواء تحت الليفل انا ما بشوفش الانجوينال لكن بشوف ايه الاوبتيوريتور فلو لقيت اي هواء تحت الاوبتيوريتور اذا فهو هيرنيا تمام حد شافها ولا لا انتوا شايفين الاول ده ولا تمام وهنا ايه كمان في ده في فولز فده باول لوبس تمام جاز فيلد باول لوبس سين تمام في الرايت جروين ممكن تطلع بقى رايت انجوينال او رايت فيمورال مش فرق بنكتب عليه ايه جروين تمام طيب حاجه برضو للبراكتس لو لقيت الهواء مش موجود هنا لو لقيته هنا وعيان دايابيتك وكبير في السن انفيزيمتاس تمام نيكروتايزنج فاشيايتس تمام او فورينيرز جانجرين تسمعوا عنها ولا تمام تمام هي النيكروتايزنج فاشيايتس تيجي في اي حته بس لو جت في السكروتم والبرينيم تمام بنسميها اللي هي الفورينير جانجرين دي ساعات ممكن تشخص بالاكس ري بتلاقي هواء بس السنترال هنا تمام النيكروتايزنج فاشيايتس تمام تحصل في اي حته تمام لكن لو حصلت في البرينيم والسكروتال وول في عيان كبير في السن elderly diabetic تمام بنسميها فورينير جانجلي طيب حد شايف يمين ولا شمال دي هيرنيا يمين ولا شمال شمال ايوه كده خليك كده راجل ايه شمال على طول هتلقط تمام فعندنا الانجوينال جاي منين من anterior superior spine لغايه البيوبس تمام ده مكان الانجوينال فلو لقيت اي حاجه عند تحت الليفل ده يعني عند الاوبتيريتور او ما تحتها فهي جروين هيرنيا جاز فيلد باول لوب بروجكتد اوفر ليفت جروين بيلو الاوبتيريتور فورامين يعني بيلو الليفل بتاع الايه الانجوينال ليجمنت حد شايف شمال ولا يمين شمال ما انا بقول لك ايه خليك شمال كده على طول تمام اوكي نقطه تانية شايفين الخط ده يا جماعه ايه ده فات بالظبط عشان ما نغلطش فيها تمام ده اوبيس بيشنت وكل ده يعني
عز طبعا. اوكي يبقى لغايه دلوقتي احنا خدنا ايه؟ دايليتد ستومك، دايليتد سمول باول، دايليتد لارج باول، وفي السمول باول خدنا الجول ستون ايليس، وفي اللارج باول خدنا الايه؟ الفولفس. ممكن معانا برضو باول وول انفلاميشن. لما بنتكلم على باول وول انفلاميشن اللارج باول هي اللي هنشوف فيها العلامه دي، ولو شفناها اذا فاحنا بنتكلم في كولايتس. كولايتس من اشهر اسباب هي الانفلاماتوري باول ديزيز زي الالسيراتيف وكرونز، او ممكن مع الاولد ايج وناحيه الشمال اكتر اسكيميك كولايتس، او انفكشن في الناس اللي هي بتاخد انتي بيوتيك فتره طويله قاعدين في مستشفيات اللي هي سودو ممبرينس كولايتس. تمام، امبوسيبل ان انا افرق الانواع بتاعتها، فهي ايه احنا ممكن نقول كولايتس ولا لا خلاص، الا طبعا يعني في بعض السيتويشنز. طيب ايه العلامات بتاعتها؟ باول وول ثيكنينج. اشوفه ازاي؟ انا نورمالي الباول وول تقريبا اللي هي الهاوسترا بشوفها تمام، لكن لو شفتها تخينه قوي كده بيقول لك كانها عامله زي الايه ثامب برينتك، كانك طابع صابعك عليها. هوريها لكم دلوقتي حالا. فلما تلاقي ثيكنينج للهاوسترال فولدز تمام واخده ثامب برينتنج، دي علامه قويه من علامات الكولايتس. طيب ايه تاني؟ ان انا الاقي فيتشرلس باول. تمام، يعني ايه؟ يعني الباول فضلت تخن تخن لدرجه ان الفولدز من كتر الاديمه اختفت خالص. دي واحده ما بتحصل مع الكورونيسيتي تمام، وديزيز معين اللي بيعملها اللي هو الالسيراتيف كولايتس، لدرجه ان الباول بتبقى واخده شكل ايه؟ الماسوره، بيبقى اسمها ليد بايب ابييرنس. تمام، طيب دي الباول وول ثيكنينج اللي هي يا اما الهاوسترا تتخن تعمل لي ثامب برينتنج، يا اما تختفي خالص تبقى فيتشرلس اللي هي الليد بايب اللي هي بتشخص الالسيراتيف كولايتس. تمام، سيبك من العلامه دي. طيب شايفين المره دي يا جماعه الفولس عامله ازاي؟ تخينه جدا. تمام، انت كانك حاطط صوابعك فيها، فدي اللي اسمها ايه؟ ثامب برينتنج. تمام، وايه اللي جنبيه بقى ده؟ فين الهاوستر اصلا هنا؟ فيتشرلس. تمام، ليد بايب ابييرنس. الليد بايب ده مع نوع معين كمان من الكولايتس اللي هو الايه؟ الالسيراتيف كولايتس مع الكورونيسيتي. بس انا يا سيدي مش هكتب الالسيراتيف، اكتب ايه؟ كولايتس. تمام، باول وول انفلاميشن. اوكي طيب لا ده كده ترانسفيرس. الترانسفيرس نقطه برضه هنقولها. اولا شايفين البتاع ده، ده غالبا مركب بحاجه اسمها بيرسينج، حاجه في سرته الناس المايسه دي. تمام، اوكي الترانسفيرس يا جماعه كل ما الشخص ده كان اطول هتلاقيه نازل لتحت اكتر، هتلاقي الترانسفيرس ممكن نازل لغايه تحت خالص. كل ما الواحد يبقى اطول كل ما البصره بالكامل تنزل تحت عن مكانها. تمام، كان في حاجه كده لو طلع فوق الترانسفيرس لو بقى معكوس فوق مش عارف انت بتتكلم انت ليه زعلان مني كده؟ عشان الموضوع ده انا مش فاكر مش عارف صحيح. طيب اوكي ايه اللي احنا شايفينه المره دي؟ ليه بقى ده رفع خالص. تمام، ده دليل ان كل ده وول هو اللي تخين. تمام، حتى بيقول لك هنا طبعا مش شايف التكمله بتاعته، بس انا شايف ده مور بروميننت قوي في الترانسفيرس. تمام، البوزيشن بتاع البيشن ده البوستيرور ولا الانتيرور؟ لا غالبا كل ده سوباين. هو الستاندرد بتاعنا ايه؟ سوباين، ده الستاندرد. الايركت لا، لما بتكلم بقى في اوبستراكشن، لما اتكلم في بيرفوريشن، لكن الستاندرد سوباين. اوكي شايفين يا جماعه الثامب برينتنج، الفولس هنا تخينه جدا. تمام، فدي ثامب برينتنج. هنا بقى الديسندنج كولون والسيجمويد تمام ولغايه الريكتم فيتشرلس لوس اوف هاوستر باتر. تمام، دي غالبا كرونيك انفلاميشن، واشهر حاجه يمكن تعملها اللي هي الايه؟ السيراتيف كولايتس. شايفين المنظر؟ خلاص الهاوسترا بتاعتنا ايه؟ رفعت خالص. تمام، وتقريبا اختفت. اوكي طيب في فاريانت هنا برضو بيحصل مع الانفلاميشن، بس هنا المره دي اكيوت انفلاميشن. يحصل ايه؟ اكيوت سيفير باول دايلاتيشن. تمام، وافتكر انه اسمه توكسيك، يبقى بيجي في الترانسفيرس. التوكسيك ميجا كولون يخلي الترانسفيرس ماكسيمالي ديستندد يعدي 6 سم، وفي كتاب كمان يعدي 8 سم. طبعا هيبقى مشكله انه ممكن ايه؟ يرابشر. تمام، ودي بيكمبليكيت بعض الانفكشنز زي الالسيراتيف كولايتس زي السودو ممبرينس كولايتس. رابيد دايلاتيشن يدخل العيان في شوك، ممكن لايف ثريتنينج كونديشن، حله بمنتهى السرعه شيل ايمرجنسي كوليكتومي. تمام، فانا بدور على ايه في العيان ده عشان استبعده؟ لارج باول دايلاتيشن مينلي الترانسفيرس عدى السته. تمام،
فيه الثامب برينتنج كل ده ماشي مع الانفلاميشن، بس الانفلاميشن غالبا ما بيعملش دايلاتيشن، فانت لقيت صوره الدايلاتيشن مع صوره الانفلاميشن. وكمان حاجه تانية بتلاقي انفلاماتوري سودو بوليبس، نشوف منظرها كده عشان ايه. ده مين ده اللي دايلاتد قوي يا جماعه؟ الترانسفيرس لوحده. تمام، شايفين يا جماعه الكور الصغيره اللي موجوده فيه؟ حد شايفها ولا لا؟ ايوه. تمام، كل دي اسمها انفلاماتوري سودو بوليبس، دي واحده من العلامات. يبقى انا بتكلم ان الترانسفيرس ودايلاتيشن تمام وسودو بوليبس تمام في عيان اكيوت وبرده لارج تمام، فدي توكسيك ميجا كولون، تشخيص ايمرجنسي. طيب فيكال لودنج، فيكال لودنج اللي هو تشخيص الكلينيكال، واحد عنده كونستيبيشن، فايه اللي حصل؟ الووتر بقت ريزوربت، واللي اتبقى لي شويه فيكال ماتر مع اير تمام، فهتلاقي كان فيه راوند ماسس وفي حواليها موتلت جاز ابييرنس تمام. دي تشخص احسن في الرايت سايد، لان الرايت سايد مش المفروض يحصل فيه كده، الفيسز لما تتجمع تبقى مور على الليفت سايد، لكن لو جمعت اكتر في الرايت يبقى هي بقى لها فتره يبقى فعلا كونستيبيتد تمام. شايفين المنظر ده؟ المنظر ده عباره عن ايه؟ تمام، فيري موتلد جاس، يبقى الكل مليان بيه فيكال ماتر، يبقى كل ده فيكال ماتر. ده لو العيان بيشتكي بكونستيبيشن خلاص هو ده الاكسبلينيشن بتاعها تمام. او لو العيانه بقى عندي غالبا عيانه وعامله ايه تيوبال لايجيشن تمام، وانت على فيلم الاشعه بقى اي حاجه تبص عليها ما تعديش تمام، لقيت حاجه ميتاليك كده هي دي ممكن تطلع ايه وهكذا. اوكي، فالفيكال امباكشن ايه مبني، يعني ما بنقلقش منها قوي، عفوا الفيكال لودنج ما بنقلقش منها، لكن الامباكشن هي اللي بنقلق منها. الامباكشن بقى درجه سيفير، دي عيان كبير الموبايل تمام، معظم الكونتنت هتبقى اكيوميليتد في الريكتم وهو عنده كرونيك كونستيبيشن تمام. شايفين يا جماعه كل ده لودد ريكتم بفيكال ماتر، ده اسمه امباكشن. طبعا لايبل ان يحصل له ايه؟ رابشر تمام، هو اصلا مش عارف هو كرونيكالي كونستيبيتد. فلو شفت المنظر ده ما تقولش بقى يعني ده سوفت تيشو سويلنج ومش عارف ايه، لا ده ريكتال تمام وكرونيكالي امباكتد فيس تمام. ناخد ريست. اوكي بسم الله. اوكي السي كالسيفيكيشنز، الكالسيفيكيشن هدور على حاجتين، على الباترن اوف كالسيفيكيشن وعلى السايت الاناتوميكال سايت اوف كالسيفيكيشن تمام. طبعا من اشهر الكالسيفيكيشنز اللي عندنا اللي هنلاقيها ايه؟ في منطقه الرينال شادو ستونز، او في منطقه يورينري بلادر ستونز، او على الرايت هايبوكوندريا تمام، على تسع مثلا ريب ولا حاجه اللي هي جول بلادر ستونز. بس مشكله الجول بلادر انها موبايل وممكن تنزل لتحت شويه او كده، ومعظم الستونز بتاعتها ريديولوسنت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تريانجولار مثلا كالسيفيكيشن فوق الكيدني هيبقى صوره رينال، اكروس الميد لاين وامورفس كورس كالسيفيكيشن بقت بنكرياتيك وهكذا تمام. اوكي، فانا عندي مجموعه كالسيفيكيشنز ايه كتير، هناخدهم ايه واحده واحده. وعندنا نوعين من الكالسيفيكيشن، سيجنيفيكانت وانسيجنيفيكانت. انسيجنيفيكانت يعني لو شفتها ولا كانها موجوده تطنشها خالص، زي الكالسيفيكيشن مثلا للريبس دي حاجه ايدج ريليتد، راوند كالسيفيكيشن في البلفس اسمها فيليبولاي كالسيفايد فينز، شويه ميزنتريك نودز في الفيميل ممكن فايبرويد، في المين ممكن بروستيت، اورت كالسيفيكيشن ويز نورمال كاليبر نعديه ده اثيروسكليروتيك تمام سكلينيك زي اهم حاجه نورمال كاليبر. اوكي كل كالسيفيكيشنز طالما اب نورمال فبنسميها ديستروفيك كالسيفيكيشن. قلنا نعتمد على حاجتين، الباترن والاناتوميكال لوكيشن. الباترن عندنا اربعه باترنز اوف كالسيفيكيشن، يا اما ريم لايك، ريم لايك يعني محوطه الاورجن كانها راوندد، يا اما لينير او تراك خطوط، يا اما لاميلر او لامينر كذا لاير فوق بعضيها، يا اما كلاود لايك او امورفس او بوب كورن زي الفشار تمام موتلت تمام ملهاش شكل معين. اول نوع الريم لايك دي بيحصل كالسيفيكيشن لول اوف هولو فيسكس. زي ايه هولو فيسكس؟ زي سيست سواء رينال او سبلينيك، حطها بقى في الاناتومي يعني انا لقيت ريم لايك وحطها في الاناتومي مثلا بتاع الكيدني خلاص دي بقت رينال سيست. في الميد لاين بقت اورتيك انيوريزم تمام، على الرايت هايبوكوندريا بقت كالسيفايد جول بلادر اللي هي بورسلين او يورينري بلادر زي البلهارزيزيس تمام. انا ايه اللي عندي دلوقتي ده؟ ريم كالسيفيكيشن، ريم كالسيفيكيشن تمام محوطه كده بارا ميد لاين تمام على الليفت سايد،
انا متخيل ان دي ماشيه على ايه؟ ايوه ده كده لاترال وول تمام لاورطة، والاورطة ده كبير انيوريزمالي دايليتد تمام، لما بيدايليت بياخد ايه الشكل ده. طيب دي البير شيب دي بورسلين جول بلادر تمام، دي كالسيفايد جول بلادر وول تمام. اوكي اللينير او تراك يبقى ماشيه على وول اوف تيوبلر ستراكشر، حاجه مخططه زي الارتريس في الاثيروسكلروزس في الديابيتكس، الفينز بس الفينز اقل، الفينز غالبا اللي بيكالسيفاي الثرومباي نفسها مش الوول تمام، او تيوبلر ستراكشر ثانيه زي يوريترز. كما في حالات البلهاريزيزس اللور بارت هو اللي كالسيفاي، التي بي الابر بارت اللي هيكالسيفاي، في الفيميل ممكن فالوبيان تيوبس او في الميل فازا ديفرنشيا، بس في حالات الديابيتكس. ليه الديابيتكس؟ الديابيتكس بيحصل كالسيفيكيشن ان جنرال يعني بالذات في الارتريز نتيجه حاجه اسمها ميديال سكلروسس. طيب الراجل ده عنده كالسيفيكيشن تورشوس ولينير تمام تراك لايك، يبقى ارتيريال كالسيفيكيشن. عنده ايه تاني في الفيلم؟ هو انا مصور اصلا فين؟ امبيوتيشن بالظبط كده، ده امبيوتيتد ليمب خلاص، ما انا بقول لك ان هو دايابيتك ودي اللي هي الستيتشز يعني وكده، والعظميه هنا متكسرينها في الحته دي تمام، فنتيجه ان حصل اوكلوجن تمام خلاص هو السورس برضو اللي عمله ده. اوكي ده ميل، يبقى العلامتين دول علامات ايه؟ اه برافو عليك، الفاز ديفرنس يمين وشمال تمام، هم اللي بيكالسيفاي تيوبلر ولين، لكن السيمينال فيزيكلز فيها ايه؟ سيستيك ستراكشرز تمام، لكن هنا كلينير الفاز ديفرنس يمين وشمال بيصبوا ايه في الحته دي عن طريق ايجاكولاتا داكس في مكان البروستيت. شايفين الشادو ده؟ ده بتاع مين؟ يورينري بلادر. محدش هيقول بعد كده على فكره، محدش هيقول. طيب تمام، وده قلنا ايه؟ دايابيتيك بيشن. ثالث نوع اللي هو اللاميلر او لامينر تمام، ده غالبا بيبقى كالسيفيكيشن حوالين نايدس انسايد اهولو اليومن، ده المره دي مش في الوول ده في اليومن تمام. الترنيتنج لايرز لاير كالسيفايد ولاير نون كالسيفايد، فبتلاقيها مالتيبل لاميني زي ايه؟ ستونز. ستونز اتكونت رينال ستونز، يورينال بلادر ستونز، جول بلادر ستونز، وان كان مشهور في الجول بلادر بالذات، بس الجول بلادر من 10 15% فقط اللي هيبانوا في الراديوجراف. فالتشويس او الستادي اوف تشويس هو مين؟ الترا ساوند. شكيت في جول بلادر اعملها الترا ساوند مش اكس راي، لكن رينال شكيت في رينال ستون تعمل لها ايه؟ برافو عليك برضو الترا ساوند تمام. نبدا بيه ان ايه؟ مفيش راديشن دوز، مفيش راديشن دوز، لكن الموست اكوريت السي تي بي يو بي تمام، او الاسم الشائع عندنا ايه؟ سي تي يو تي نان كونتراست سي تي سي تي بلو دوز تمام فين كاتس. في الاكس راي العادي ممكن يبين لك 60% من الستونز تمام، لكن في السي تي اكتر من 99% تمام. يمكن نوع واحد بس في السي تي اللي ممكن ما يبانش ويبان ريديوليسنت ستون، اللي هم في الناس الاتش اي في، الاتش اي في تمام اللي هو بياخد اندفير تريتمنت. اوكي ليه تي دي ده هنا الاليك حاجه يعني في الرايت لمبر او رايت هايبوكوندريال ده ممكن يبان نعم. هي عامه منظر ستون، احنا مبدئيا هنقول عليها ستون تمام، لاميليتد او لامينر ستون. هي الاشهر من حته الابندكس بقى اللي هي الايه؟ جول بلادر، والنوتيكو جول بلادر ممكن تكون نازله شويه تمام. الابندكولث فعلا رير اللي فعلا انها تتشاف رير، بس اتس ا جود بوسيبيليتي اكوردنج للسايت، ممكن هاي اب ابندكس ولا حاجه. اوكي لكن دي المره دي فين؟ في الشادو بتاع الليفت جيتني بالظبط كده، وتحس ان هي برضه لاميليتد مالتيبل لايرز. دول بقى البانش اوف الستونز دي كلهم بالظبط دول جول ستونز حتى وذين الجول بلادر، وتحس انهم شكلهم بوليجونال تمام، فاسمها فاسيتيتد او لاميليتد ستونز، واخده الشكل السداسي كده او رباعي تمام. اوكي رابع نوع اللي هو كلاود لايك او امورفس او بوب كورن، ده بقى اللي بتتكون في السوليد اورجان. احنا اللي خدنا اللي فاتت تمام كان اتنين هولو واحد ايه في اليومين، اتنين وول واحد اليومين، ده بقى على سوليد اورجان او تيومر. سوليد اورجان زي ايه؟ البنكرياس، مجرد ما اشوفها ترانزفيرس كالسيفيكيشن في الابيجاستريم كورونيك كالسيفيك بنكرياتايتس. في الكيدنيز لو لقيت كالسيفيكيشن في البارينكما مش في رينال بيلفيس يعني مش ستون، هنسميها نيفرو كالسينوزس. الاشهر ميدالري لكن ممكن تبقى كورتيكال، وغالبا نتيجه ميتابوليك ديس اوردر زي الهايبر بار تمام. في اليوترس ليوميوما اوفري ديرمويد ليمف نود، الميزوتيك ليمف نود لما بتكالسيفاي والكالسيفيكيشن تبقى كورس وكبيره اشك ان عندك كان عنده تيوبيركلس ليمفادينايتس تمام.
ميوكاس بروديوسنج ادينوكارسينوما تمام، سواء جاستريك كولونيك اوفيريان برايمر والسكندري كله بيبعت ايه كالسيفيكيشن. ايه اللي انا شايفه هنا؟ يوصف صح. في عندنا هنا كورس الريجولار كالسيفيكيشن تمام، باسنج الميد لاين تمام، ورايزنج اب تو ذا ايه تو ذا ليفت ايه هايبوكوندريا تمام، كالسيفيك بانكرياتايتس. لو قلت لك ان دي فيميل ممكن الامورف كالسيفيكيشن ده يكون ايه؟ برافو عليك، فايبرويد فايبرويد تمام. لا دي بقى ما ينفعش ماشي اوكي تمام. ها فيميل مش اوفري مش اوفري لا فايبرويد فايبرويد وعنده نوعين الكالسيفيكيشن، عنده ريم تمام وبرده عنده الايه البوب كورن. كومن على فكره في الفايبرويدز انها تكالسيفاي، وفيري فيري كومن ان يجي انسيدنتال فايند، يعني هي جايه تعمل مثلا كيو بي ولا حاجه او ابدومينال لاي غرض نلاقي الفايبرويد ده وهي ما تعرفش بيه وما بتشتكيش منه تمام. لكن المره دي ايه اللي موجود؟ امورفس كالسيفيكيشن تمام، ريني فورم شيت تقريبا على الشادو بتاع ايه بوث كيدنيز، نيفرو كالسينوزس. العيان ده كان عنده ايه برايمري هايبربارا، يعني بيكالسيفاي في كل مكان تمام. احنا خدنا الاربعه باترنز بتوعنا اللي هو الايه اولاني ايه تمام ريم 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 لايك الاول تمام، اللي هو الايه حوالي في الهول بتاع الهولو فيسكس، بعد كده لينير تمام في الهول بتاع تيوبلر فيسكس، بعد كده لاميليتد تمام ده وذين اليومن بتاع هولو فيسكس يعني ستونز تمام، الاخير امورفس كلاود مش عارف ايه ده على سوليد اورجان او تيومر. ناخد شويه اكزامبلز الجول ستونز او الكول ليثيسس تمام، تقريبا بيقول لك 10% من البوبليشن عندهم، واشهر في مين اف 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 في الفيميل الفيثي الفاتي تمام اراوند 40 10% بس منهم اللي يبانوا ايه في الاكس راي، هنلاقيهم راديو اوبيك شادوز بروجكتد اوفر رايت ابر كوادرنت تمام، سنجل مالتيبل سمول لارج تمام، بوليجونال ولاميليتد دي من الكرايتيريا ايه بتاعتها. حد شايفهم؟ هم دول في الرايت هايبوكوندريا تمام، تحس ان اسود من جوه ابيض من بره، ده الطبيعي بتاعها. فدي لاميليتد ستونز، حد شايفهم؟ نفس الكلام بانش اوف ايه لاميليتد ستونز او فاسيديتد ستونز. ممكن جوه البلادر البايل كله يبقى فيري دنس وكالسيفاي لدرجه تسميها ميلك اوف كالسيوم او ليمي بايل تمام، ده البايل نفسه بيبقى فيري دنس بس اليومن وليس الوول. حد شايف الجول بلادر؟ انا شايفها من كتر ما البايل بتاعها بقى فيري دنس تمام، بسم الله ليمي بايل اوفال لو عايز توصفها اوفال بير شيبد اوباستي بروجكتد اوفر رايت هايبوكوندريم، انا واصف كده اللي هي الايه الكالسيوم كونتيننج بايل وجول بلادر. بورسلين جول بلادر المره اللي فاتت ده اليومن هو اللي مليان، المره دي بقى مين اللي هيبقى مليان بالكالسيوم؟ الوول دنسلي كالسيفايد وول. ايه مشكلته؟ بري كانسرس تمام، فلازم اول ما نشخص البورسلين نعمل ايه؟ كوليسيستكتومي على طول وهستو ايه باثولوجيكال اناليسيس، هتلاقي ريم اوف كالسيفيكيشن اوت لايننج البلادر وول تمام. حد شايفها هنا اهي؟ تفرق ايه عن اللي فاتت؟ اللي فاتت كانت كلها بيضه لان الكونتنت، لكن المره دي مين اللي ابيض؟ الوول بتاعها. هتقول لي طب ليه الحته دي برضو ابيض من الوول؟ ما دي وول انتيرو بوستيرور، ما انا قلنا سميشن اوف شادوز تمام اوكي. فدي كيرف لينير بير شيبد اريا اوف كالسيفيكيشن بروجكتد اوفر رايت هايبوكوندريم تمام، وانتوا بتقروا ايه الحته دي؟ ده الديسكريبشن بتاعها في الفيلم. رينال ستونز يوروليثيزس تمام، رينال ستونز اللي هي بتاعت الكيدني مش بتاع اليورين بلادر تمام، ممكن برضو تشوف اليوريتر وممكن وهي الونج الواي في اليورين بلادر، دي مشهوره جدا 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 كامرجنسي رينال كوليك. 90% منهم فيهم كالسيوم تمام، لكن المفروض 60 بس اللي بيبانوا ايه في الفيلم تمام، 10% منهم اللي هي الكالسيوم بتاعتها قليله خالص اللي مش هتظهر خالص تمام، اقل من 1% اللي مش هيظهر في السي تي، وده غالبا اتش اي بي بيشن بياخد حاجه اسمها اندنبير هو اللي بيخلي الستونز دي ما تبانش. الستادي اوف تشويس مش الاكس راي ولكن لو دوس سي تي اللي هو السي تي كيو بي او السي تي يو تي، وان كنت برجح قبل ما نبدا نعمل ايه الترا ساوند تمام. بانت الستونز ومفيش اوبستراكشن نو نيد ان احنا ايه نكمل الايه الهاي راديشن دوز.
ما بنتش تمام ومعانا الاوبستراكشن خلاص كده انا بتكلم في يوريتريك تمام. فده لازم له ايه سي تي يو تي. الساينز بتاعتنا هنلاقي كالسيفيك دينستي بروجكتد اوفر الشادو بتاع الكدني تمام سواء سنجل او مالتيبل او كالسيفيك دينستي بروجكتد الونج الكورس بتاع اليوريتر. ايه هو الكورس بتاع اليوريتر؟ ماشي على الترانسفيرس بروسيس من ال4 مثلا لغايه ومن الواحد من الاثنين بقى لغايه ال5 بعد كده على الساكرو ايليك جوينت بعد كده ميديا للاسكال سباين ويخش اليونير بلادر. هو كده مش على الساكرو ايليك جوينت يعني. لا 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 عليه ما هي في الحته الساكرو ايليك جوينت على فكره مش بالشرط تبان خط واحد ممكن تبان خطين. ليه العضله دي والعضله دي؟ لا حته ثانيه بصوا هي جايه بميل يعني في هنا ساكرو ايليك وفي هنا ساكرو ايليك. انا ممكن اصور هنا حته وهنا حته ما هنا سيكرم وايليوم تمام. انا جاي انتر بوستيرور وممكن اصور هنا واصور هنا تمام يعني ما هي ماشيه بالميل مش ماشيه انتر بوستيرور. لو انتر بوستيرور هتبان معانا خط واحد تمام لكن انا هنا ايه ماشيه بميل فممكن تلاقي ساكرو ايليك جوينت واخده مسافه اوكي طيب ممكن تبان عندنا شكل بقى من الغزاله اللي هي الايه الرينال بلبس والكاليسس كلهم اتملوا بستون اسمها ستاك هورن ستون زي هنا. ايه اللي موجود؟ لارج ستاك هورن شيبد كالسيفيك دينستي بروجكتد على الليفت رينال ايه شادو وانذر هنا سمول ستون موجود على الرايت. ها نفس الكلام حد يقول مش هقول برافو لارج ستاك هورن كالسيفيك دينستي بروجكتد اوفر الليفت كيدني تمام وفي سمول سمول كالسيفيك دينستس بروجكتد اوفر اللور بول اوف هنا الليفت كيدني وهنا الرايت كيدني. ها شمال ويمين باي لاترال سمول كالسيفيك دينستس بروجكتد اوفر البوث كيدنيز. ها تمام في هنا سمول تو سمول كالسيفيك دينستس سين بروجكتد على البريسيوم دي كورس اوف رايت يوريتر وتقريبا قصاد الترانسفيرس بروسس مثلا بتاع ال4 تمام. اناتوميك اليوريتر ازاي؟ ما احنا قلنا اهو ده الاناتومي بتاعه تمام اللي هو عندك من اول الترانسفيرس بروسس هيمشي عليهم لغايه الايه الساكرو ايليك جوينت يعني ده جزء منها وده جزء منها تمام ده جزء منها وده جزء منها وهنا برضو على قريب من ميديا للاسكال سباين فده الكورس بتاعه. في ساعات بيبقى حاجه اسمها ريترو كيفال يوريتر اللي هو ايه بيعدي من ورا الاي بي سي وبالتالي بتلاقي ميديا الكورس داخل على الفيرتبري بس ده فاريانت. لو لقيت ساعتها ستون هتلاقي الستون اوفرلاينج الفيرتبري ممكن ما تلقطهاش والعيان بيشتكي وعنده هيدرونيفروزس بس هتلاقيه ساعتها على الفيرتبري لكن هنا بنشوفهم لانهم على الترانسفيرس بروسيسز تمام اوكي. البلادر نعم النيفروكالسينوز النيفروكالسينوزس هقولها لكم. بص لما تملى ال لا مش الكاليسس بقى المره دي اي حاجه جوه الكاليسس او جوه رينال بلفس اتيز ستون لكن قبل المرحله دي اللي هي ما بين الحاجات دي اسمها ايه المدله او بره خالص الكورتكس اللي هي البارينكما. فلو عندي كالسيفيكيشن وذين البارينكما دي اسمها نيفروكالسينوزس وعندي نوعين مدلري وكورتيكال الاشهر هي المدلري تمام زي هنا. ايه اللي موجود هنا في امورفس كالسيفيكيشن او باتش كالسيفيكيشن اوفرلاينج ايه البوث كيدنيز. خدت بالك هنا رينال بلفس ادي رينال بلفس الحته دي والكاليسز بريزيرفد تمام فهي مش موجودين مش ستونز تمام مالتيبل سمول باتش كالسيفيك دينيسس على البوث كيدنيز سبيرنج الرينال بلفس والكاليسز تمام اوكي. نفس الكلام هنا تمام وان كانت الحاله الثانيه ايه اوضح الحاله الثانيه مرسومه تمام ما اكوردنج بقى للميتابوليك ستيت بتاع العيان اوكي. البنكرياتيك كالسيفيكيشن قلنا طالما شفناها هنشخص ايه كرونيك بانكرياتايتس بره مصر هتبقى الكحول لكن احنا عندنا السبب الاشهر طبعا ايه الستونز جول ستونز تمام. هتلاقي كلاسترز اوف ايريجولار فوساي اوف كالسيفيكيشن موجوده في الميد ابدومين. حد شايف هنا طبعا يو سي وات يو نو بعد ما قلتها لكم ايه هنشوفها تمام. كلاستر اوف ايريجولار امورفر كالسيفيكيشن تمام ماشيه ترانزفيرس هاي اب على ايه رايح ناحيه الليفت هايبوكونت ديستندد ماشي بس خلي بالك في ده باول لوب وده لوب تاني مش كل ده واحد فده لو ده لوب لوحده تمام ومثلا ترانزفيرس كولون مش هيعدي الخمسه خلاص ديستندد وليس دايليتد تمام الديستنشن مفيش اي مشكله فيه تمام اوكي. نفس الكلام يا جماعه
تمام. دي هنا في الهيد، هنا في التيل، وهنا الونج الايه البودي. الادرينال كالسيفيكيشن انا متوقع ان الاقيها فين؟ اباف البروجكتد شادو بتاع الكيدني، تمام. وهتلاقيها تريانجولار ان شيب. لو طفل صغير يبقى غالبا ده نتيجه ادرينال هيموريج، لو واحد كبير يبقى غالبا نتيجه تيوبركلوس انفيكشن. حد شايفهم هنا على البوث سايدز؟ ليه هنا ده اعلى؟ لان الرايت كيدني هي المفروض الليفت، المفروض الليفت صح كده، هي صدفت. برافو ليا انا بقى المره دي. ماشي، هي الليفت كيدني المفروض اعلى بسنتي او اتنين، ومفروض اطول او اكبر يعني بسنتي او اتنين، بس الاتنين سنتي دي ما تعديهاش، تمام. فهنا في عندنا تريانجولار شيبد كالسيفيك دينستيز بروجكتد on each side of الايه of the spine overlying او superior لل renal shadows. طيب aortic aneurysm، abdominal aortic aneurysm او اللي اسمها ايه triple A. احنا عندنا الابدومينال اورتا المفروض في الابر ابدومين اخره 3 سنتي، في اللور ابدومين اخره 2 سنتي ونص. فلو عدى 3 سنتي ايا كان هيبقى اسمه ايه؟ حسب هو الدقيق يعني، مش الاكس راي، الدقيق الالترا ساوند او الايمجنج موديل الثانيه. في الابر قد احنا معانا لغايه 3 سنتي، فلو عدى 50% من الدايمتر يعني 4.5 تمام كده يبقى اسمه انيوريزم. امال من 3 ل 4.5 دي بنسميها ايه؟ اكتيزيا. اكتيزيا، وممكن دي على فكره دي ايج ريليتد بروسيس. لكن في اللور ابدومين اللي هو 2 سنتي ونص يبقى معانا ال 50% هتوصل لغايه 3.8 تمام. يعني لو وصل ساعتها 4 اقول عليه انيوريزم، لكن لو 3.5 اكتيزيا تمام. هنا الابر ابدومين يعني مجرد ما شفته يعني ما هي اللي تحت الدايفرام. انت قصدك ما فيش حد فاصل بال... لا لا لا، ما فيش ما فيش لاند مارك قوي يعني، احنا بنقولها كده سبجكتيف تمام. طيب هنا بيقول يعني اكتر من 3 سم وان كان واقعيا بقى اكتر من 4 تمام، لان المسافه اللي هي ما بين الاثنين اللي هي الاكتيزيا غالبا ده اسيمتوماتيك موجود يمكن من 5 ل 10% وبيزيد مع الايدج تمام. مشكلته ان لو عدى 5 سم ممكن يبقى عندنا ريسك اوف ايه اوف رابشر، لو عدى 5.5 سم. طب لو رابشر فيري هاي مورتاليتي ريت تمام، اكتر من 80% تمام. فلو عدى الرقم ده نلحقه بايه؟ ب ستنت وريبير، حاجه اسمها ايفار اندو فاسكولار انيوريزم ريبير تمام. طب لو شفته في الاكس راي كانسيدنتال لازم على طول تطلب ايه؟ سي تي ويز كونتراست. اوكي طيب الراديولوجيك فايندنج، عشان القطو ابقى متاكد منه لازم اشوف الوولز بتاعته على الناحيتين اللي هي عن طريق ايه الكالسيفيكيشن تمام. اوكي ويفضل لازم يكون الناحيتين اللي هي اليمين والشمال، وول يمين والشمال، بس مشكله الوول اليمين غالبا هيبقى اوفرلاينج السباين، فانا غالبا هشوف الليفت لاترال وول بس. اوكي طيب معظمها بيبقى انفرينال. حد شايفه هنا؟ انا المره دي شايف ايه؟ لا الناحيتين متشافين تمام، فعادي لارج فيوزي فورم ستراكشر كالسيفيك بقى ستراكشر تمام اوفر الميدلاين. حد شايف هنا؟ وان كان هنا بصعوبه شويه، انا مش شايف حتى الناحيه الثانيه يعني بالعافيه ممكن نجيبها تمام، لكن ممكن انت تتخدع تقول ده وول بتاع باول تمام. اوكي طبعا هنا شايفينه. اوكي كالسيفيك اورتيك انيوريزم، حته فيتس دي فيري ريش، بس عامه نقولها يعني الاكس راي المفروض شود بي افويدد ان بريجننسي، لكن لو واحده مكسوره ولازم تتعرض تمام، وعايز اشفتها شويه، اشفتها لغايه بعد الاسبوع الكام؟ الفيرست ترايمستر يخلص، المفروض الفيرست ترايمستر لان دي البيريود اوف اورجانوجينيسيس، وطبعا تلبس ابرون لو هنصور بقى اللي هي الاكستريميتيز. اوكي لكن المفروض should be avoided. في بعض الاحيان يعني وفي مصر ممكن تشاف الحاجات دي وشفناها تمام، هي عندها ميسلي بيريود وبطنها كبيره ومش عارفه انها بريجننت وجايه بتصور اشعه عادي خالص، ونعرف البريجننسي من المنظر ده تمام. يعني اول وهله انا بصيت انا دي حاجه عامله زي الدوده كده جوه البطن وحاجه غريبه ومش عارف، بعديها بشويه ايه ده فايبرويد، ده فايبرويد وكالسيفاي كمل مع بعضه تمام، هيبان لك في الاخر ان ده ايه ده سباين وده مش عارف هيد والاكستريميتيز موجوده. اوكي الكلام ده اللي هو الايه سيجنيفيكانت تايب اوف كالسيفيكيشن. في عندنا بقى ان سيجنيفيكانت، يعني لو شفتها ممكن تطنش عليها شويه، اللي هي ايه انسيدنتال فايند زي الكوستال كارتليجز لما
بتكالسيفاي، دي بتكالسيفاي مع الايدج، بس مشكلتها انها بتبروجكت اوفر ليفر، فلو هي موتلد شويه او باتشي ممكن اتلخبط فيها واقول ده كالسيفيكيشن، اقول لك لا امشي معاها هتلاقيها دايركتد سوبيرو ومكمله مع الريبس. تمام. على فكره دي فيري كومن فايندينج، وبص حتى على السباين هتلاقي في اوستوفايتوزس ومش عارف وفاكيوم فينومين، يعني ايه ده ايدج ريليتد، ده حد ايلدرلي. طيب حاجه تانية برضو من الانسيجنيفيكانت الفليبولاي او الفليبوليث فين ستونز، ده عباره عن ايه الوول نفسه كويس لكن اتكون جواه ثرومبس، والثرومبس دي ايه اللي حصل فيها كالسيفيكيشن مع الوقت، نو كلينيكال سيجنيفيكانس. طب ما يمكن يا دكتور دي يوريتريك ستونز. في علامه هنا حلوه قوي قوي لما بتعمل زوم بتلاقي الاوتر بارت تمام كالسيفيك والانر بارت هايبو. تمام. فبتلاقي ريديو لوسنت سنتر وريديو اوبيك ايه بريفري، دي تقريبا تحلف انها فيليبولاس فيليبولس. تمام. اوكي ممكن يكون كتير، ممكن يكون كتير وعلى الناحيتين، البيتفول بتاعتها هي اليوريتيك. طب لو واحد بيشتكي برينال كوليك انا مش شرط اشوف الريديو لوسنت سنتر فيهم كلهم، خلاص لازم تبروسيد لاذر ايمجينج موداليتي، ما ممكن واحده في دول تبقى ليه تبقى يوريتيك ستون وتايها في النص، يا يعني اما الاول نبدا بالالترا ساوند اشوف الاول فيه اوبستراكشن ولا لا، بعد كده نقلب ايه سي تي يو تي. اوكي شايفين يا جماعه هنا السنتر، وان كانوا بقى طبعا يعني من نوع الفخم بس احنا عاملين ايه زومينج، السنتر بتاعها ايه راديو لوسين. اللي قريب منها شويه بس اعلى منها في المكان كالسيفيك ميزنتريك ليمف نودز، هو بيقول ان هنا انسيدنتال فايندنج وفي الالدرلي، بس خلي بالك احنا هنا في مصر دي علامه من علامات التيوبيركلس ميزنتريك ادينايتس. تمام. الستونز دي هتلاقوا الكالسيفايد ميزنتريك ليمف نود اوفال شيبد موتلد كالسيفيكيشن على الرايت لور كوادرنت حيث التجميع بتاع الميزنتريك ليمف نودز والسنترال ابدومين. تمام. هتلاقي فيه كالسيفيكيشن هنا. تمام. بعيدا عن مكان ال واثنين تانيين عن اليوريتريك ستونز، اليوريتريك ستون ممكن تبقى هنا وبس. تمام. وان كانت يعني ميديا شويه بس مش هنا وهنا. تمام. هنا في واحده تانية صعب، هي صعبه شويه اهي، انا مش شايف التانية بس اهي. اوكي. طب ده لا ده اوضح، دي مش ماشيه مع كيدني، مش ماشيه مع يوريتر لوحديها، ما ينفعش يبقى كده، يبقى دي غالبا كالسيفيك ميزنتريك ليمف نودز بتتشاف، بس هي الفكره بقول لك يو سي وات يو نو. تمام. دي كده لو اتشافت علامه هنا في مصر، علامه من علامات تي بي، يعني مش المفروض انها انسيجنيفيكانت، لا دي كده سيجنيفيكانت للتي بي. اوكي. طيب في الفيميل اللايوميومس هي اوفرلاينج الشادو بتاع اليورينري بلادر، انا مش عارف جايب لها حاجه هنا ولا لا، اوفرلاينج الشادو بتاع احنا بنشوف الشادو بتاع اليورينري بلادر. تمام. لو لقينا كالسيفيك ستراكشر سمول سمول وفيري دنس، هقول بقى يعني ايه فيري دنس دلوقتي بالنسبه للفايبرويد، لان الفايبرويد ممكن يبان اوفرلاينج اليورينري بلادر. طيب الفايبرويد المنظر ده، اليورينري بلادر موجوده في الحته دي، بس ده ايه ريم كالسيفيكيشن وفي برضه موتلت عليه، الستون فيري دنس كلها كتله بيضاء بتاعه اليورينري بلادر ستون، وقت ما بتظهر بتلاقيها فيري دنس ستون، هبقى اجيب لك كده الصوره في الاخر. تمام. اوكي. هنا المره دي عباره عن موتلنج. تمام. فايبرويد مفيش اي مشكله فيه. البروستات كالسيفيكيشن، البروستات وقت ما هتبقى موجوده هتبقى في اللور بارت اوف يورينري بلادر، هتلاقي كورس كالسيفيكيشنز. تمام. ودي فيري كومن انسيدنتال فايندنج، هتلاقي كالسيفيكيشن ورا السيمفيز بيوبس، لدرجه ان لو العيان ده اوبستراكتد وغالبا هتلاقي عنده يورينري اوبستراكشن، ممكن اشك ان ممكن واحده من دول تكون يوريثرال ستون. تمام. بس اليوريثرال ستون ايميديت ميد لاين، او يعني اكزاكتلي في الميد لاين، بالاضافه ان غالبا ورا السيمفيز بيوبس مش فوقيه، لان اليوريثرا من تحت، فعشان كده الناس اللي زي دي كمان بيطلب لهم اكس راي تحت كمان، يعني اكتر من كده على الانتيريور يوريثرا، على البلبس نفسه من تحت. تمام. ولو هيعمل بروجكشن تمام مش انتروبوستير، انتروبوستير ومعاه كود المايجريشن ما انجل لتحت. اوكي. كالسيفيكيشن للابدومينال اورتا اوف نورمال كاليبر، دي انسيجنيفيكانت طول ما هو نورمال كاليبر. تمام. 3 سنتي او تحت مفيش مشكله، هتلاقيه كومن في الدايابيتك في الالدرلي، وغالبا هتلاقي معاه ايه تورشوسيتي، احنا شايفين ايه الاورتا وكمان الايلياكس. ايوه. امال ايه الحاجات دي؟ فايبرويدز. فايبرويدز. ماشي. اوكي.
common finding. Splenic artery calcification normal caliber ما فيش اي مشكلة تمام برضو في الالدرلي وفي الدايبيتيك وهتلاقي له منظر كده حاجة اسمها تشاينيز دراجون تمام تمام اوكي كالسيفايد وتورشويست هو فيري هاي تورشويست السبلينيك اوكي طالما مش دايليتد مش انوريزم مفيش اي مشكله ده ان بي ده فاريانت اوكي نفس الكلام نفس الكلام تمام بس اصغر منه يعني ده مور برومنت هو ما بيجيبش لا, لا انا انا مش فاكر الدايمتر بتاعه بس هي حاجه سبجكتيف يعني مش فاكر 6 مللي تقريبا ولا بس لو 6 مللي هيبقى معانا لغايه 9 بس انا مش فاكر الرقم بالظبط بس الحالات اللي انا شفتها ككالسيفيكيشن فيه كان مثلا بتاع 2 سنتي ولا 2 سنتي ونص يعني كان حاجه كبير انيوريزم اوكي خدنا الايه اللي هو ايه خدنا الايه والبي سي ماشي اير اكسترا ليومينال تمام اللي هو النيومو بريتونيوم نيومو ريترو بريتونيوم نوماتوزس ساينالس نيوموبيليا بورتال فين جاز خدنا البي اللي هي الباول دايليتيشن دايليتد ستومك دايليتد سمول باول ومعاه الفاريانت بتاعها اللي هو جول ستون ايليس دايليتد لارج باول الفاريانت بتاعها اللي هو الايه الفولفلس خدنا برضو الهيرنيا خدنا ال تمام اللي هو ثيكنينج الجول بلادر اللي هو الانفلاميشن تمام ومعاه توكسيك ميجا كولون وفي الاخر فيه كان ايه لودنج امباكشن يعني السي اللي هي كالسيفيكيشنز تمام سيجنيفيكانت وان سيجنيفيكانت الدي اي كلام خالص عشان بس دنس ستراكشرز دنس ستراكشرز دي عباره عن ايه البونز عندنا البون ممكن يحصل فيها فراكشر خلاص دي ليها لسته وهنتكلم فيها يعني بالتفصيل يعني ليتر اون او ممكن يحصل فيها ليجنز بوني ليجنز البون ليجن ده ممكن يكون ابيض هنسميه سكليروتيك انكريز دينستي او اسود هنسميه لوسنت او ديكريزد دينستي تمام سواء في البلفس سواء في السباين الليجنز دي ممكن تيجي السباين يهمني الفيرتبرال هايت اقعد اقارنهم ببعض ويهمني برضو البيديكلز لانها من الاماكن المشهوره بتاعه الميتاستاسيس تمام طيب يبقى انا عندي البلفس عندي السباين دي من حيث الدنس ستراكشرز اللي هي البونز وعندي السوفت تيشوز في سوفت تيشو دينستي موجوده ولا لا تمام هم هنا بيقول لك عشان البلفيك فراكشرز قسم البلفس الى 3 رينجز نشوفها احسن ادي رينج وادي رينج وادي رينج وغالبا بيقول لك لو في كسره في رينج دور على كسر تاني لان ده ايه بتبقى يعني مثلا هنا اتكسرت يا هنا تتكسر يا هنا تتكسر يا هنا يحصل ديسلوكيشن احنا هنتكلم على الكلام ده يعني بالتفصيل في الـ في البلفيك بونز ان شاء الله يعني هنا في هنا ايه كسر لقيت مجرد كسر انتربشن للكورتكس دور على حتة تانية لقينا برضو ايه واحدة هنا كمان فلو لقيت كسر في البلفيك بونز دور على كسر تاني غالبا بيحصلوا ان كومبينيشن حتة سكلوروتيك ولوسنت ليجنز السكلوروتيك الديفرينشال بتاعه قليل لكن اللوسنت كتير شوية يعني لو لقينا سكلوروتيك ليجن زي هنا ايه اللي حصل في العظم هنا كلها بطش ايه بيضة تمام يبقى دي غالبا سكليروتيك ميتاستاسيس في الالدرلي لو كان ميل هنشك فيه بروستات كانسر لو كان في ميل هنشك فيه بريست كانسر فالديفرينشال بتاعها قليل تمام طب لو ديفيوز العظم بالكامل وده تشايلد نشك في حاجه كونجينيتال زي حاجه اسمها اوستيو بتروزس وهكذا يعني تمام هنتكلم فيها ليتر اون طيب لو لوسنت زي ده برضه نشك في ميتاستاسيس لو لوسنت واكسبانسايل ممكن تكون ثايرويد رينال سيل كارسينوما يعني كلام رغي كتير طيب السباين هنعلق على ايه كذا حاجه اول حاجه احنا عندنا الالاينمنت الالاينمنت تمام يعني الفيرتبري ماشيه مع بعضيها ولا لا انا بصور الابدوم اللاترال ولا اي بي اي بي فانا عندي الالاينمنت لو حذف اللحيه بقى اسمها سكوليوزس لكن لو لاترال عندي نوع تاني من الالاينمنت تمام اللوردوزس والكايفوزس تمام وما بينهم اللي هو الايه الاستريتنينج فالالاينمنت على السباين نوعين تمام اوكي النقطه الثانيه الفيرتبرال هايت لازم الفيرتبرال هايت يكونوا تقريبا قد بعضيهم لكن جيت على فيرتبرا معينه لقيت الهايت بتاعها ريديوست ان كومباريزون للباقي هنسميها ستراكشرال كولابس اتطبقت على بعضيها تمام ريديوس ذا هايت وبالذات انتيرير عن بوستيرير هنسميه نوع من الفراكشن اسمه ايه ويدج او كومبريشن ايه فراكشر تمام ونفس الكلام هنا وان كان ايه معاه بقى جزء طالع لورا بنسميها ريتروبالجن مرخم على الايه على السباين
فمهم ان احنا نبص على الفيرتيبرال هايت، مهم ان احنا نبص على الدينستي. مش المفروض اشوف الكورتكس واضحه قوي كده، كون شفتها واضحه مش هي اللي وضحت، لكن البودي نفسه دينستي هي اللي ايه، هو اللي قال ده دخل في اوستيو بينيا. بعد الاوستيو بينيا يعني ايه؟ قلت ده كمان اكتر من اوستيو بينيا، اسمها اوستيو بوروزس، فدي درجات. تمام. مع الفيلم النهارده هو اللي خلى المنظر كده. لا لا، ما انت عندك بقى يعني دي هتروح فين؟ تمام. فانت عندك اوستيوبينيا اوستيوبوروزس، بعد كده يحصل فراكشرز لوحديها. انت ممكن تلاقي على فكره انا كنت لقيت عيان عندها 3 فيرتيبري مكسوره وماشيه ومش حاسه، هي عندها وجع بسيط، فدي اوستيوبوروتيك فراكشرز. تمام. اوكي، نقطه بقى تانية، بنبص على اماكن الليجنز، ادي بيديكال وادي بيديكال، ادي بيديكال وادي بيديكال، ادي بيديكال، الدايره والدايره، الدايره والدايره. تيجي على الدايره دي ايه اللي حصل هنا؟ الحته دي ايه؟ مش موجوده. بعد كده دايره ودايره مش موجوده، يبقى في سوفت تيشو ليجن كلها. تمام. مشهور ان الميتاستاسيس تضرب البيديكلز، دي بيسموها عين مش عارف الاول بلينكينج اول ساين، نبقى ناخدها بعدين. الاستومك هنا ديستندد مش دايليتد. ماشي. دايليتد اللي هي كانت واصله لغايه البلبس ويو شيد وكلام من ده. تمام. اوكي، نقطه ثانيه برضو بنعلق عليها. تمام. الابنورمال كالسيفيكيشن، ايه اللي انا شايف السباين ده؟ خط الناحيه دي وخط الناحيه دي بالظبط كالسيفايد ليجامنتس، انتر اوسياس وانتر سباينس وسوبرا سباينس. الحاجه دي ولو لقيت معاها كمان فيوزن للساكرو ايلياكس هنشخص حاجه انكيلوزنج سبوندولاس، هنقولها بعدين. كل حاجه نقولها بعدين في العرض ان شاء الله. تمام. اوكي، يبقى عندنا الدي اللي هي دنس ستراكشرز، البونز هنتكلم فيها براحتنا بعدين، والسوليد اورجانس نخلصها دلوقتي لانها مش مهمه. سوليد اورجان اللي هي ابنورمال سوفت تيشو دنسيتي، غالبا دي انسيدنتال فايند، واول ما تشوفها ابعت على السونار. زي ايه؟ لقيت الليفر شادو كبر لتحت يبقى هيباتوميجالي، السبلينك شادو كبر لتحت يبقى سبلينوميجالي. تمام. لقيت في مكان الكيدني في سوفت تيشو، في مكان البلفس سوفت تيشو، انا ما اقدرش احدد دي كيدني ولا كيدني ولا مش عارف ايه، صعبه شويه. عشان كده في حاجه وقعت مني، نطلب لها ايه؟ الترا ساوند فور فيرزر فيريفيكيشن. فالاكس ري هنكتب لارج سوفت تيشو دينستي او تيوميفاكشن. تمام. ديسبلينج الباول لوبس للحته الفلانيه، ده كوصفها يعني ان جنرال. تمام. وتحط لها اناتومي بقى. ايه اللي انا شايفه هنا؟ ده انا لا ده انا اقدر احلف ان الليفر نفسه. تمام. من كونتينوس مع ايه؟ مع الليفر شادو واصل لغايه ده كده هيباتوميجالي. تمام. وان كان الرايت لوب لما بيكبر لوحده ممكن نسميها فاريانت، اسمها ايه؟ رايدنس لوب. تمام. ايوه، ما بتفتكرها بعد ما اقول. اوكي، يعني اكتبها في التقريب رايدنس لوب. لا 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 لا، ده غالبا اللارجت ليفر شادو. تمام. بس هو هي صح بس فعلا هيبقى تنطيط قوي. يعني اللارجمنت بس اهم حاجه كونتينوس. ده هنا ايه؟ انكريز سوفت شادو بتاع الرايت هاي بيكون كونتينوس مع الليفر شادو، يعني حدد انه كونتينوس معاه، لان ممكن ما يبقاش كونتينوس معاه. هنا ايه اللي موجود؟ راوند سوفت تيشو شادو او سوفت تيشو اوباستي اوفرلاينج الليفت هايبوكوندريا، تطلع ايه؟ حد بيقول سبلين، الله اعلم، ما يمكن كيدني، الله اعلم. تمام. فور الترا ساوند كورليشن. تمام. طلعت في الاخر رينال سيست، خلاص مفيش مشكله. تمام. هنا نفس الكلام، انكريزد سوفت تيشو دينستي ستارتنج من ليفت هايبوكوندريان واصله لغايه البلفس ديسبلينج الباول جازس. تمام. فور الترا ساوند كورليشن، ممكن تطلع سبلين ميجل، ممكن. تمام. تطلع ماس ثانيه، ممكن. ايه اللي موجود هنا بقى؟ سايتس. ليه هنقول لارج سوفت تيشو دينستي اوكيوباينج هنا تقريبا الابر ابدومين والرايت ايه لوور كوادرنت ديسبلينج الباول جازس الى الليفت ايه الليفت هايبوكوندريا، تطلع في الاخر ماسيف هيباتوميجالي، مفيش مشكله. تمام. مع ان السيروتيك بيش على فكره هيعدي الاول مرحله الهيباتوميجالي قبل الشرانك الليفر. تمام. وخصوصا لو معاه كمان ايه اوفرلاينج فاتي انفلتريشن. طيب ده بقى اللي اسمه ايه؟ رايدز لوب تانج لايك بروجكشن كده من ايه؟ من اللور مارجن بتاع الليفر كونتينيوس مع الليفر شادو. طيب ايه اللي موجود هنا؟ ده سبلين بقى يعني. تمام. اوكي، سبلينوميجالي، عيان عنده لوكيميا، ودي هنا ممكن برضو تشخص انها سبلينوميجالي. تمام. بس في الاخر طلعت ايه؟ رينال سيست. فخلينا كديسكريبشن احسن من ايه؟ احسن من دياجنوزس، يعني عشان ايه؟
بدل ما يبقى تنطيط علينا لا تتمسك علينا. واحنا عارفين ان في هنا ما فيش هناك لنشن الحمد لله تمام يعني ولاد حلال وبيعملونا بمنتهى الاحترام بصراحه. طيب الدكتور اللي كان بيسال على اليورين بلادر شهاده التعمين ده المكان بتاعها هي يا دوبك جاست فوق السوبرا يعني سوبفيس بيوبس فده نورمال شادو بتاع اليورين بلادر. امال ايه اللي عامل ايه انديتيشن ده اليوترس غالبا او ممكن يكون ايه فلويد فيلد مثلا او لودد سيجمويد تمام بس غالبا يوترس. انا عرفته ازاي نتيجه ايه الفات بلين اللي ما بين الاثنين تمام اوكي مين ده هي الستونز كده كده دي اندبندنت فهتبقى تحتيها تمام بس الستونز بتاع اليورينري بلادر وقت ما بنشوفها بتبقى لارج ستونز لانها بتبقى متكونه في واحد عنده كرونيك بلادر نيك اوبستراكشن بروستيت ومقفوله بقالها زمن تمام او نيوروجينيك وبرده مش حاسس بيها بقالها زمن فهتبقى لاميليتد يعني لاير فوق لاير فوق لاير فاليورينري بلادر ستونز هتلاقيها لارج لكن الفليبولايت تتلخبط مع اليوريتريك لا يعني وهتتلخبط يعني لا تحت ولا فوق هتتلخبط تمام بس لو هي عند اللور اند يوريتر هتخلص بالالترا ساوند. الالترا ساوند حلوه لا هنجيبها وليها علامات حتى لو هي حتى مش جوه اليورين بلادر في علامه كده بنعملها بالكلر دوبلر بندور على حاجه اسمها توينكل ارتيفاكت تمام توينكل ارتيفاكت تحلف انها ستون اوكي ها ايه اللي موجود هنا اللارج سوفت تيشو شادو اوكيبانج من البلبس وديسبلينج الباول مش عارف ايه ها تشخيص ودي العيان بس يعمل حمام ويرجع تاني ده البساطة بس كده بس اه دي ستندد يورينري بلادر تمام لو طبعا انت عارفها من الالترا ساوند يبقى خير وبركه يعني لو العيان كل شويه بيروح الحمام وكلام من ده وبيدور على الساوند دي ستندد يورينري بلادر. طيب اما المره دي السوفت تيشو ده ايه يورينري بلادر لا بصوا على الفات بلين ده تمام هنا نرجع هنا في فات بلينز لا لان هي بعادتهم خالص هنا المنظر اللي قبليها الفات بلين ما بينها وبين مين وبين اللي فوقيها تمام اوكي فهنا الفات بلين تحت يبقى اليورينري بلادر هي اللي كولابس دي تمام يا جماعه ويبقى ده ستراكشر جاي من فوق عرفت انها في ميل يبقى ده بالكي يوترس. كلمه بالكي يوترس عشان بس حاجه للبراكتس لو شفنا فيها ليجنز اذا فهو فايبرويد يوترس لو ما شفتش فيها ليجنز اذا فهو ادينومايوزس عشان دي للاسف يعني واحده من الكومنلي ميس دايجنوزيس عندنا. بالكي يوترس انلارجد يوترس جلوبولار شيبت تمام غالبا وهيتروجينس مايميت ان ادينومايوزس. عارفين ادينومايوزس ولا لا دي لا دي دي قصه ثانيه دي قصه ثانيه اوكي. طيب الاي everything else قربنا نخلص اهو الحمد لله تمام everything else يعني ايه انا خلاص خلصت ليها دايجنوستيك كرايتيريا الادينومايوز اول يا جماعه في حاجه اسمها اندوميتريوزس اللي هي اكتوبيك اندوميتريوم الاكتوبيك اندوميتريوم ده لو بره اليوترس بنسميه اكسترنال اندوميتريوزس او كلمه اندوميتريوزس بس لو جوه اليوترس يعني ايه يعني من الاندوميتريوم دخل جوه المايوميتريوم بنسميه انترنال اندوميتريوزس او اسم تاني ادينومايوزس له علامات بالالترا ساوند من اشهر العلامات بتاعتها اليوترس كبير من غير ما الاقي فوكال ليجن ما هو ايه اللي مكبره يبقى المايوميتريوم كبر دي علامه العلامه الثانيه اي سيمتريك انتيرو بوستيرو وول الاثنين المفروض يكونوا قد بعض لما تلاقي واحد ضعف الثاني يبقى ده فيه فوكال ادينومايوزس تمام المايوميتريوم المفروض يكون هوموجينس لما لقيتي هيتروجينس في ايكوجينيك فوسايد ده هيموراجيك فيه مالتيبل مايوميتريال سيستس دي سبيسيفيك تمام الاندوميتريوم مايوميتريال جنكشن المفروض تكون ويل ديفايند لو لقيتها ايل ديفايند انا مش شايفها تقريبا ادينومايوزس فليها علامات كتير سب اندوميتريال سيستس سيستات صغيره تحت الاندوميتريوم على طول ادينومايوزس فده له علامات كتير بس يو سي وات يو نو هو ما حدش بيكتبه لان ما حدش عارفه لكن هو مشهور مشهور قوي على فكره يا جماعه 30% من الفيميلز عندهم ادينومايوزس 30% دول ايه يا اما عملوا دي ان سي خلاص خرمت الاندوميتريوم يا اما عملوا هيستريكتومي يعني عفوا مش سيزيريان قصدي فتحت الاندوميتريوم ديفينيت فمشهور جدا وهو اللي بيعمل كرونيك هيفي مينسز وهو اللي بيعمل بقى اللي هي السيفير بين ديسبارونيا ديس مش عارف كل ديس ده هو اللي بيعملها اكتر من فايبرويدز بس للاسف فيري كومنلي ميس ذا دايجنوستس
نرجع للإكسري تاني. تمام؟ بلاش الكلام الوحش بتاع السونار ده. اصلا انا تعرف بالظبط حتتي. طيب الاي احنا هندور على ايه؟ تمام؟ هندور على حاجات غير الهواء، غير العظم، غير السوفت تيشو. علامه انه عمل سيرجري، كليبس، مش عارف ستنتات، درينز، كاثيتر، حاجه مركباها العيانه مثلا اي او دي او بيسري، فورين بودي. تمام؟ وما ننساش نبص على ايه؟ على اللانج بيز. يبقى هندور على حاجات ميديكال، حاجات فورين بودي، على اللانج بيزز. تمام؟ سيرجيكال هنجيبهم بقى ايه واحده واحده دلوقتي. تمام؟ بسم الله. هي لسته طويله والفورين بوديز برضه. طيب الحاجات الاياتروجينيك بسم الله، انا شايف ايه دلوقتي؟ ميتاليك دينستي، ممكن تبقى واحده ممكن تبقى اتنين، بروجكتد على السنترال بارت بتاع الليفر تقريبا في الموقع اللي انا او في المكان اللي انا متوقع كان فيه مين؟ الجول بلادر. خلاص يبقى كوليسيستكتومي سيرجيكال كليبس. تمام؟ ما فيهاش اي مشكله وفيري كومن. تمام؟ المره دي انا شايف حاجه عامله زي المشبك موجوده على الناحيتين، في واحده في ميل، يبقى دي اللي هي الاسترالايز بالظبط، مكان التيوب استرالايزيشن ايه كليبس. مشكلتها انها ممكن ايه تتحرك سنه، تاخد التيوب يعني فيها سنه ايه موبيليتي، ما فيش مشكله فيه. تمام؟ المره دي يعني دي مش هنشوفها كتير، كليبس ميتاليك كتير كتير موجوده على الليفر. يبقى العيان ده عامل بارشال هيباتيكتومي، كان في مثلا عنده ماس ولا حاجه وشال وقاعد يلزق. تمام؟ دي مش هنشوفها كتير، دي هنشوفها كتير جدا. لا مش السباين بقى، ايوه ده الانتيرو ابدومينال رو سكان. يبقى ده واحد اتفتح بالطول. تمام؟ ده اللابوراتوري. تمام؟ اكسبلوريشن ده، دي ما انا بقول دي كل يوم. تمام؟ انت لو مشيت معاها كده ده ايه الانتيرو ابدومينال رو. طب دي برضو مشهور، انت لو ربطت بيها تمام ممكن تعمل لك شبكه. دي عباره عن ايه؟ شويه هيليكال كويلز، ميتاليك كويلز كده ربطه. امال فين الشبكه نفسها؟ المش نفسها ما بتظهرش، اللي بيظهر اللي هي الميتاليك كويلز دي. تمام؟ بس لو ظهرت ارسم كده خط ما بينها، يبقى ده المكان بتاع المش. يبقى ده غالبا كان عامل ايه؟ هيرني اورفي ابريكات. تمام؟ اوكي. ايه ده؟ very rounded، مش ده منظرها، مش ده منظر الجون شوتس. مبدئيا بتبقى very dense، very dense وبيك، ملهاش سنتر بالشكل ده. دي حاجه داخله من اليوريثرا. تمام؟ يبقى دي اليورينا كاثتر. البالون نفسها تمام انا مش شايفها، بس شايف ايه الريديوسنت لاين بتاعها، مفيش مشكله. المره دي فين؟ برضو الاسطره جوه اليورينا بلادر، بس جايه منين؟ ايوه يبقى دي داخله من السكين، يبقى دي السوبرا بيوبيك كاثيتر. اوكي ناخد الباقي. المره دي جايه في الاستومك اللي هي جاستريك اير، يبقى دي نيزو جاستريك تيوب. دي جايه في الاستومك ومعديه الديودينم، شايفين يا جماعه ده كده فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، والفورث، ورايحه لغايه الجيجنم. تمام؟ في ناس ما بتقدرش توليريت النيزو جاستريك، بيركبوا لهم ايه؟ نيزو جيجنال تيوب، بالذات الاطفال. تمام؟ المره دي بقى دي جايه منين؟ من تحت وطالعه ريكتام بعد كده على السيجمويد، لان العيان ده كان ايه؟ كان ديستندد وربما كان اوبستراكتد، فحطوا له دي عشان ايه؟ يعملوا ايه؟ دي كومبريشن، فاسمها فليتس تيوب او ريكتال تيوب. لا دي شفتها يعني، بس هي قليل بس شفتها. في حاجات كتير مش هنسمع، ما فيش مشكله. هي ما هو ده دوري بالظبط كده. لا مش اشعه، قصدي اول ما اسمع عنها عامه يعني. لا ده في محاضرات اللي هي بتاعه الاف ار، الحاجات دي جايبينها فيها يعني. انا قلت لك اول سؤال ليا اللي هو سي سي يو ده، وقعد يسالني على كل حته من الحاجات دي. تمام؟ فاللاينز والتيوبس والكلام ده يو شود نو. تمام؟ المره دي العين عامل اول حاجه عامل لابوراتومي. تمام؟ بعد كده حاجه جايه من الشارع ومحطوطه في حته غريبه. تمام؟ ايوه يبقى دي الدرين، دي بنشوفها طبعا كتير. خلاص اوكي. اما المره دي العيان تحس انه ايه يعني، لا هي بعض الاحيان ده كان فيه سرنجات ومش عارف ايه وتيوبس، والمره دي التيوب تمام ليها كويل في اخرها. دي كاركترستيك لحاجه اسمها بيريتونيال دياليسيس تيوب او كاثيتر. تمام؟ في الناس اللي هم بتعملوا دياليسيس بيوصلوها بالبيريتونيوم. تمام؟ فهو ده منظرها. تاني برضو حاجه جايه من بره وجايه على المنطقه بتاعت الكيدني، دي اسمها نيفروستومي تيوب. لو مثلا عندنا اوبستراكشن للكيدني وهوب مره واحده بقى في ماركت هايدرونيفروزس، بقى في بايونيفروزس، لا فضي الكيدني ايه
بسرعه ما انا مش عارفه باي باس الاوبستراكشن ده نفضيها بعد كده نتكلم تمام. فدي نيفروستومي كاتيتر او نيفروستومي تيوب. المره دي بقى واحد كان تخين خالص وعايز يخس فركب حاجه اسمها جاستريك باند ديفايس تمام. الباند ده او الكويل ده موجود تحت السكين على طول وفيه هنا لفه حوالين الاستومك يعني تخيلوه هي ده الكاركترستيك بتاعه ومعظم الحاجات دي من السكين اللي داخله لجوه وفي كليبس انا بقدر بتحكم في ايه اقدر انفخ بقى الحته دي واقدر اضيق اوسع وهكذا تمام. وبيعملوا لها باريم يعني دي انا شفتها كذا مره يفضل بقى يعمل باريم لان ممكن تكون يعني مش شغاله كويس. اوكي ستوما. ستوما ده يعني الكولون او السمول انتستين مفتوح على بره كولوستومي اليوستومي الى ذلك. الاستوما بتلاقي حاجه راوندد فينت وحاجه من جوه دنس. الدنس هي الاستوما نفسها بتاعت الكولون او كده اما الباج تمام هي اللي بره دي خالص تمام. دي بنشوفها برضو كتير يعني اللي دخل القصر عيني هتلاقي يشوفها كتير قوي تمام. بيليار ستنت هتلاقي حاجه كده دبل وول وبروجكتد على اللور بارت بتاع الليفر تمام. يبقى دي كده في البايل داكت ورايحه لغايه الديدنم. في منها كذا نوع. النوع اللي هو مفروض فينت بيبقى بلاستيك. النوع اللي هو مثلا دنس بيبقى ميتاليك. والاثنين هنا راكبين مع بعض. امتى لك البلاستيك تقريبا لو انا عايز ايه اشيلها او كده والميتاليك ممكن تبقى بيرمننت. البيرمننت غالبا بيبقى الكانسر بيشنت يعني حاجه كباليتيف. اوكي دي مشهوره جدا بقى لفه كده وماشي على الكورس بتاع اليوريت كله وده كل شيء خلاص تمام. دي بنشوفها كل يوم تمام. برضه عشان تباي باس ايه اوبستراكشن ولا حاجه كويل دي في الحته دي وكويل دي في اليورين بلادر. دي اسمها ايه دبل كويل او دبل جي يوريتريك كاثيتر تمام. طب المره دي ايه ده تحس ان الشبكه ورسمه الديودينم. ده اسمه ديودينال ستين. طب ليه بنركبه لو في مثلا هنا كانسر وعامل كومبليت اوبستراكشن فبنقوم ايه باي باس عن طريق احنا عايزين الاكل هو اللي باي باس. ايه مشكلته انه ممكن يحصل له ديسلوكيشن تمام. ممكن يسيب الحته دي ويروح نلاقيه في حته تانية. ممكن لو هو مركب ونلاقيه في الحته دي الحته دي اللي هي ايه الكولون يعني ساب ومشي لغايه الكولون. او ايفن هو ممكن يكون ايه كولونيك ستنت برضو مركبينها تمام عشان نباي باس اوبستراكشن. اوكي ايه المره دي بقى الشرشره دي. دي شرشره ورسمه الاورطه ورسمه البايفوركيشن تمام. ممكن تكون في عيان زي كده او عيان زي كده تمام. برضو هي نفس الفكره العيان ده بيبقى عباره عن ايه انيوريزم بالظبط وانا خايف من ربشره تمام. فبقوم مركب من قبل الانيوريزم لما بعده تمام عشان ايه افويد الحته دي تمام. بعمل ايه كان اليومن بتاعي هو ده وبس. فاندو فاسكولار ايه انيوريزم ريبير او ايفار ده بالنسبه للارتري. وممكن نركب حاجه ثانيه في الفين اي في سي انفيرو فينا كيفا. العيانه عندها دي في تي وعملت شاور صغيره هوب بالمونر امبليس. لا ده انا خايف ايه اخاف لا يقوم ديسلوج للثرومبس مثلا قافله الكومن ايلياك ولا الاكسترنال ايلياك تقفل من بالمونر ترانك. فلازم نركب حاجه تلاقيها عامله زي الايه زي المظله كده امبريلا شيبت تمام على الكرسي بتاع الاي في سي. فدي اسمها ايه اي في سي فلتر برده نفس الفكره. كل مره بشرب بارد برضو اي في سي فلتر. اما ده طبعا انترتاين ايه كونترسبتد بقى اي سي دي. اوكي ده بقى ايه حد الشاب تمام. العيانه اللي عندها يوتراين بورولابس تمام ايه اللي بيعملوها بعد ما بيرجعوا اليوترس مكانه ما ممكن ينزل تاني. بيحطوا رينج كده حوالين ايه الابر فيجينا حوالين السيرفكس تمام انداير انداير. دي اسمها فيجينال بيسري ده منظرها تمام. فالواحد يعني يتعود بس ما انا بقول لك يو سي وات يو نو. لو شفت المنظر ده حتى في السيتي هتلاقي فيري دنس استراكشر موجود في البلفس. انت ممكن واحد يجي له وهم ان ده كذا لا فاجينال بيسري يجي في بالك واسال بعد كده الهيستوري تمام. طيب فورين بوديز في عندنا كذا حاجه فورين بوديز. دي طبعا مشهوره واحده عملت عمليه وليكن سيزيريان او بنسكتومي تمام وجايه بعد كده بكلكيعه بعديها مثلا باسبوعين بعديها بشهر بصيت عليها في الاكس راي لقيت راديو بيك لاينز. دي الفوطه احنا حاطين فيها تمام او المانفاكتشر بيحط فيها راديو بيك ماتيريال هي اللي بتعمل ايه هي اللي بتظهر في الاكس راي. لكن هي المفروض واخده كل الحته دي لدرجه الحته دي انفليمد وحواليها سنتينل لوب
تمام، لان عامله كده ابسس حواليها، فدي اسمها ريتين سيرجيكال سواب او جوسي ببوما او ميست تاول، وليها مناظر طبعا بالالترا ساوند احنا شفناها المره دي. اوكي طبعا بقى يعني في فاريس بقى اوبجكت ممكن تكون موجوده، الناس بقى اللي هم يا اما اطفال يا اما الناس السايكيك يفضل يبلع بقى وكده، بس هي الفكره كلها ايه، اخاف من حاجات معينه، مش ده اللي اخاف منه ان يعور، لكن اخاف مثلا لو كتله مغناطيس، المغناطيس لو جه اتجمع جنب بعضيه ايه اللي هيحصل، ممكن يعمل باول بيرفوريشن. اخاف من حاجه زي البطاريه، تمام، ممكن دي تقريبا بطاريات، البطاريات بتاعها تعمل تشارج برضو. اوكي ممكن يحصل عندنا او نشوف عندنا كلوزنج ارتيفاكت اللي هو التراوزر او البرا، تمام، ممكن تو اوفرلاب لو انا مش واخد مثلا هيستوري، هقول ده حاجه جوه، لكن ده طبعا ايه وده باينين لحد ما. اوكي ده كده نورمال ولا ثامب برينتنج؟ نورمال بالظبط كده، مش تخين ومفيش مشكله فيه. اوكي طبعا البيرسينج اللي هو حد بقى مركب بقى مش عارف حلق، حد مركب مش عارف ايه، مركب سوسته ربنا يهديهم يعني. البادي باكرز او الاسم التاني له سوالورز او انترنال كاليرز، دي يمكن مش موجودين عندنا ولا الحمد لله احنا ما عندناش حد بيهرب مخدرات ولا حاجه، تمام، ده بيحطها في باك ويقوم بالع بالع بالع. اه بالظبط كده، تمام. راديوجرافي انا هشوفه عباره عن ايه، مالتيبل اوفال او تيوبلر سوفت تيشو اوباسيتيز ومعاها رينج اوف جاز حواليها، تمام، يعني تحس ان الجاز رسمها، الجاز رسمها وكلها عباره عن ايه، اوفال يا راوندد، وعلى مدى تحس ان الجسم بالكامل، تمام. غالبا العين ده ممكن يجي باوبستراكشن، تمام، او يتقفش في المطار، تمام. فده اسمهم ايه اللي هو البادي باكر او سوالورز او انترنال كاريرز. اخر حاجه بقى في اللي هي الاي حاجه عشان الست اللي بتطلب ايه بصراحه احنا كلنا جوعنا تعال ريحه ما شاء الله نفسها حلوه يعني كل الاصناف مش عارف يبقى الايفري ثينج ايلس اللي هو عباره عن ايه، ميديكال ديفايسز تمام او فورين بوديز واللانج بيس. ما ننساش نبص على اللانج بيس، ممكن تلاقي فيها الدوائر دي، تمام، اللي هي دوائر في اللانج ميتاستاسيس، عشان بس ما نهربش. واحد عنده أكيوت أبدمن، بصيت أدي الرايت هيمي ديافرام، فين الليفت هيمي ديافرام؟ أبيض، يبقى كل ده وباسيفيكيشن، كل ده كونسوليديشن، يبقى عنده بيزن نيمونيا، يبقى هي البيزن نيمونيا اللي عاملة له الأكيوت أبدمن، وهكذا احنا بنكتبها يعني اللي موجود. ممكن إفيوجن، ممكن إفيوجن، مفيش مشكلة. يبقى خلي بالك البنكرياتيتس تعمل لك إيه؟ ليفت سايدد إفيوجن، والبيتك ألسر ليفت سايدد إفيوجن، ممكن يكون أكامبن. دول الكتابين اللي هم رائعين جدا، ده الكتاب الاساسي اللي انا اعتمدت على ثم عليه اللي هو ابدومينال اكس راي بتاع كريستوفر وانتون، تمام. ليرنينج جراديولوجي برضو كتاب رائع جدا بتاع دكتور ويليام هيرينج، تمام. دول كتابين محترمين في الاكس راي، ده ابدومين بس، لكن ده جنرال اكس راي. يلا تمام بحمد الله.